بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. غبنا عن حضراتكم ببرنامج الأشبال خلال شهر رمضان، لكن كنا موجودين مع حضراتكم في برنامج رد الجميل. رد الجميل يعني البرنامج الحمد لله اللي نال كل إعجاب جماهير النادي الأهلي، وأنا على المستوى الشخصي جات لي ردود فعل إيجابية كبيرة جدا من خلال هذا البرنامج. بنوعد حضراتكم إن شاء الله أن برنامج رد الجميل هيستمر ويكون موجود على قناة النادي الأهلي، أن دايما الكرة المصرية فيها قامات وفيها رموز كبيرة يستحقوا التكريم. كل ما هو هيعجبكم وكل ما هو جديد هتلاقوه إن شاء الله دايما موجود على القناة المفضلة بتاعتكم، قناة النادي الأهلي. قبل ما نروح بقى لحلقتنا النهاردة، عندنا النهاردة حلقة مميزة جدا. النهاردة هنحتفل بأبطالنا فريق 2001. الفريق ما شاء الله عندنا اللي فيه نجوم كبار صغيرين في السن لكن نجوم كبار ما شاء الله. عندنا الفريق ده بيضم لعيبه مميزه وموجودين دلوقتي مع الفريق الاول، يعني من الامثله احمد نبيل كوكا ما شاء الله دلوقتي اللي ثبت اقدامه مع الفريق الاول، بالرغم ان هو ما بيلعبش في مركزه، ومصر موسيماني ما بيلعبوش في مركزه الاساسي، هو ديفندر في نص الملعب بيلعبه باك ليفت، لكن ما شاء الله بيأدي مباريات رائعه. كمان حارس المرمى اللي موجود دايما مع الفريق الاول حمزه علاء، وكمان الفريق ده عندنا كمان في لعيبه معارين زي شادي رضوان وعربي بدر. النهارده هنحتفل بالفريق ده برغم النقص العددي الكبير، النهارده هيكونوا موجودين معانا كلهم على قناه النادي الاهلي وكمان الجهاز الفني، وهيكون في احتفاليه خاصه بيهم النهارده. وكمان بالمناسبه احنا مكلفين النهارده وعاملين لهم تورته كبيره انهم يستحقوا هذا التكريم وهذا الاحتفال بمناسبه انهم اخذوا بطوله الجمهوريه للشباب بعد اداء مباريات رائعه ونتائج رائعه لهذا الفريق. قبل ما نروح بقى للاحتفاليه اللي هتكون معانا في الجزء الثاني، حابب اتكلم معاكم عن شويه او بعض النقاط. الاول الفريق الاول النادي الاهلي الحمد لله وصل النهارده بالسلامه لجنوب افريقيا. النهارده البعثه موجوده برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واكيد الرساله وصلت للعيبه. مجرد الكابتن محمود الخطيب موجود معاهم على راس البعثه اكيد بيدل على اهميه المباراه. النادي الاهلي الحمد لله في المباراه الاولى في ملعب الاهلي والسلام، النادي الاهلي حقق الفوز بنتيجه 2-0. ولكن رسالتي هنا لعيبه النادي الاهلي، عايزين نروح هناك ننسى نتيجه المباراه الاولى ان احنا كسبنا فيها 2-0. المباراه الثانيه في بروتيريا هتكون مباراه صعبه جدا جدا جدا. فريق صن داونز فريق محترم، جهاز فني محترم، كمان اللعيبه هيكون عندها دوافع كبيره، لكن النادي الاهلي النهارده اللعيبه عندنا لعيبه على قدر المسؤوليه، عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره، عندنا لعيبه عارفه طموح وجماهير النادي الاهلي اللي دايما بتلتف حواليها ودايما بتؤازرها ودايما بتساندها. ان شاء الله كل التوفيق وكل الدعوات للاعبي النادي الاهلي، خاصه زي ما بقول لحضراتكم يعني هتكون مباراه صعبه. زي ما احنا شايفين دي لقطات من وصول بعثه النادي الاهلي في مطار بريتوريا او مطار جنوب افريقيا. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق لاستعدادات كبيره جدا. النادي الاهلي رايح بدري عشان يتعود على الجو، كمان اللعيبه ترتاح. لعيبه النادي الاهلي ربنا يكون في عونها، من 14/4 ل 15/5 في خلال شهر 10 مباريات. استحاله يحدث هذا في كره القدم في العالم كله من نشأة كرة القدم، 10 مباريات في شهر استحالة وصعب. هوري حضراتكم دلوقتي لقطة مهمة جدا، لقطة للاعب محمد مجدي قفشة بعد نهاية المباراة الأولى اللي كان في استاد الأهلي والسلام، بعد نهاية المباراة وإطلاق الحكم صفرة النهاية. هنشوف اللقطة دلوقتي مع حضراتكم. مجدي قفشة حصل له حالة إعياء. يعني إيه حالة إعياء؟ يعني النهاردة فقد سوائل كتيرة من الجسم، واحنا في شهر رمضان. تخيل النهارده لعيبه النادي الاهلي كل يومين او كل ثلاث ايام بتلعب مباراه، استحاله يحدث. النهارده اجهاد كبير لعيبه النادي الاهلي، انت النهارده عدد الصيام عدد ساعات كبيره 15 ساعه، عدد الوجبات اللي بيتغذى عليها اللاعب النهارده وجبتين، النهارده هل ده هيكفي لعيب الكوره انه يقدر يبقى عنده الباور وعنده القوه اللي يقدر يؤدي بيها في الملعب؟ استحاله. علشان كده النهارده شفنا بعد المباراه، ودي رسالتي هنا للناس اللي كانت بتنتقد اداء لعيبه النادي الاهلي، ما ينفعش في الوقت ده انتقاد للعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني. الفتره دي هي فتره دعم ومسانده وفتره اشاده بالجهاز الفني بموسيماني، موسيماني اللي دايما
يعني بيكون في اللحظات الصعبه واقف مع النادي الاهلي. موسيماني المحب جدا للنادي الاهلي، وكمان لعيبه النادي الاهلي اللعيبه اللي ما تبخلش باي جهد. محمد مجدي قفشه اللي وقع، وعمرو السوليه، وكمان لعيبه كلها يعني ادت اداء رائع. نروح برضو يعني اكتر عشان نتعرف يعني تفاصيل اكتر من بعث النادي الاهلي في بروتوريا، نروح لزميلنا كريم احمد ونشوف اخر التفاصيل هناك. اتفضل يا كريم. اهلا بك يا كابتن الكبير كابتن اسامه حسني، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. قبل اي كلام وقبل ما ننقل كل الاجواء والكواليس الخاصه بتواجدنا طبعا في بريتوريا ومباراه الاهلي وصن داونز، عايز ابارك طبعا لفريق 2001 على فوزه الكبير بالبطوله. طبعا انا عارف طبعا هم ضيوفك النهارده يا كابتن اسامه، طبعا ببارك لهم وبارك لكل جمهور النادي الاهلي. عندنا قطاع مميز جدا، قطاع الناشئين، ان شاء الله باذن الله تكون في الخير ويكون بطولات ان شاء الله خلال المرحله القادمه. لو بكلمك كابتن اسامه طبعا على تواجدنا هنا وحاله اللاعبين ومدى تركيزهم ومدى استعداد الجهاز الفني لهذه المباراه المنتظره والغايه في الصعوبه. انت عارف طبعا يا كابتن اسامه 90 دقيقه كانت من نار في القاهره، هتكون 90 دقيقه اصعب في بريتوريا، وده اللي احنا متعودين عليه مع فريق سان داونز تحديدا. يعني انت عارف طبعا 2-0 نتيجه بالنسبه لسان داونز نتيجه كبيره، توفيق ربنا كان معانا كابتن اسامه في المباراه الاولى، بنتمنى ان شاء الله يكون توفيق ربنا معانا في المباراه الثانيه. المناخ والطقس والجو وكل الامور دي انا عارف طبعا ان هي بتشغل كل جمهور النادي الاهلي وعايز يطمن عينيها، لكن قبل ما نتكلم عليها هي خلاص هو هدف بالنسبه للنادي الاهلي. عدينا مرحله وعدينا شوط كبير جدا ان شاء الله باذن الله، كل الظروف دي حتى لو الظروف انعكست علينا وحتى الطقس لو كان متقلب وحتى لو كان في رطوبه، كل الامور دي تكون دوافع بشكل كبير جدا للعيبه النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره فيهم وفي الجهاز الفني ان احنا نقدر نتخطي هذه المباراه الصعبه والمنتظره والمرتقبه. لكن لو بكلمك على الطقس والمناخ، الجو رائع ومميز جدا يا كابتن اسامه، يعني نقدر نقول جنوب افريقيا في هذا التوقيت بروده شديده جدا، درجه الحراره بتقل بشكل كبير من 8 ل 7 ل 6 5 درجات، فده امر مميز جدا. توقيت المباراه كمان الساعه 3 عصرا وقبل الساعه 3 عصرا بيكون التوقيت مميز. في التوقيتات العاديه في كل المباريات بتكون الرطوبه بتصل ل 87 و88، لكن عايز اقول لك الرطوبه هنا لا تذكر بالنسبه طبعا لكل المباريات اللي شاهدناها سواء فيتا كلاب او سيمبا التنزاني، اي مباراه بنقابلها بتكون في صعوبه بشكل كبير. لكن امر المناخ ده حابين نحسمه بشكل كبير، لكن منتظرين يوم المباراه. يوم المباراه ده هو يوم الاهم، بنتمنى ان شاء الله المناخ يكون طيب، هيساعد اللاعبين بشكل كبير جدا في هذه المباراه. الترتيبات الخاصه طبعا وتواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيس البعثه ورئيس مجلس الاداره النادي الاهلي رساله كبيره ومهمه جدا لكل اللاعبين. اللعيبه من قبل ما تطلع من القاهره عارفه الرساله دي وعارفه تواجد الكابتن محمود الخطيب رسالته بتبقى عامله ازاي، تواجده في الملعب، مشيه في الملعب، كل الامور الصغيره دي بتحفز اللعيبه بشكل كبير جدا، بتخلي فيه رغبه كبيره، بتخلي فيه دوافع كبيره. وانت كنت احد نجوم النادي الاهلي يا كابتن اسامه وعارف ما يكون في قيمه كبيره زي كابتن محمود الخطيب متواجده كرئيس النادي وكاسطوره الكره الافريقيه والمصريه والعربيه، ده امر مهم جدا بيدي حافز كبير لكل لعيبه النادي الاهلي. فالمناخ مقبول وكل الظروف مهيئه للعيبه النادي الاهلي ان هي تحقق نتيجه مهمه جدا، زي ما دخلش فينا اهداف في المباراه الاولى بنتمنى ان بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي يدرس بشكل كبير جدا صن داونز ان احنا نقدر نغلق عليهم المساحات بشكل كبير وما يجيش فينا اهداف، نقدر نجيب هدف نقدر نجيب هدف ونقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه ونصعد ان شاء الله من بريتوريا رغم صعوبه المباراه الصعبه جدا والمنتظره من كل جمهور النادي الاهلي. تدريبنا النهارده كان تدريب الاول يا كابتن اسامه، يعني اقدر اقول لك تدريب 45 او 40 دقيقه، ما كانش فيه جرعات تدريبيه قويه لان انت عارف رحله السفر قد شقه شويه، لكن منتظرين غدا بقى ان شاء الله باذن الله تدريب فريق النادي الاهلي والبرنامج كمان الخاص بفريق النادي الاهلي. يمكن اقدر اقول لك صباحا هتكون 8:30 صباحا افطار فريق كل لعيبه النادي الاهلي، 11 هيكون وجبه غداء، واحده دورا هي محاضره فنيه لبيتسو موسيماني هنا في فندق الاقامه على ان يتوجه لاعبو النادي الاهلي والجهاز الفني في تمام الثانيه ظهرا الى ملعب المدينه الرياضيه بجامعه بروتوريا اللي يمكن كان عليه تدريب الفريق النهارده. هنفضل مستمرين كده حتى يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله يكون التدريب الرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستقبل هذه المباراه ويسبقه بقى الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي. لكن مش الاحداث هنمشي خطوه خطوه مع جمهور النادي الاهلي اللي بنطمنه من خلالك يا كابتن اسامه، بنقول لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير جدا، ينقصنا التوفيق ان شاء الله في المباراه وروح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي بناكد عليها في كل مره. المباراه دي بتحسم بالقلب يا كابتن اسامه، فيا رب ان شاء الله يكون مع لعيبه النادي الاهلي ونقدر ناخد خطوه للامام في البطوله الافريقيه ونقدر نحافظ على اللقب وتكون البطوله العاشره في دولاب بطولات النادي الاهلي. مستمرين يا كابتن اسامه بقى معاك ومع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان على المدار الايام القادمه، رسالات خاصه على شاشه قناه النادي الاهلي، تحرك اللاعبين، وصولهم التدريبات، كل الاخبار والكواليس، الصحافه كمان هنا في جنوب افريقيا ازاي بتكلم على النادي الاهلي وعلى قيمه هذه المباراه. لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي ونقدر نحسب بطاقه التاهل للادوار النهائيه. عوده ليك من جديد يا كابتن اسامه. بنشكر زميلنا كريم احمد يعني على التغطيه المتميزه، حطينا دلوقتي في الصوره وكاننا دلوقتي مع بعثه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، كل الدعوات وكل الامنيات وكل التمنيات ان شاء الله بالتوفيق لعيبه النادي الاهلي ويكونوا في حالتهم ان شاء الله يوم السبت
يا رب إن شاء الله بالتوفيق ليكم وللجهاز الفني. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة ثانية. أهلا بحضراتكم من جديد. بالمناسبة وإحنا لسه بنتكلم عن مباراة الأهلي وصن داونز، يعني المباراة اللي هي حديث الشارع الأهلاوي، في المباراة الأولى يعني من الحاجات الإيجابية لما نشوف التشكيل الأمثل للاتحاد الأفريقي هنشوف يعني ما شاء الله في اتنين لعيبة كانوا موجودين في تشكيلة الأفضل في الجولة السابقة، مباراة الأهلي وصن داونز مباراة الذهاب. من ضمن اللعيبة اللي كانت موجودة وإحنا بنستعرض مع حضراتكم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وأليو ديانج لاعب وسط مدافع النادي الأهلي. عايز أثني على الاتنين اللعيبة دول، الاتنين اللعيبة دول ما شاء الله خلال الفترة السابقة يعني بيقدموا مستويات مميزة. عايز أتكلم عن محمد الشناوي اللي بدأ يستعيد فورمته يعني بعد ما كان أصيب بكورونا وكان حصل يعني بعض الأخطاء، رجع محمد الشناوي اللي احنا نعرفه، محمد الشناوي الشخصية، محمد الشناوي القائد، وكان ما شاء الله كمان ليه دور كبير جدا في المباراة السابقة اللي فاز فيها النادي الأهلي 2-0 وتوجيهاته داخل الملعب. كمان أليو ديانج، أليو ديانج ما شاء الله احنا مش عايزين نحسده، يعني زي ما بيقولوا كده نمسك الخشب على أليو ديانج، ما شاء الله في جري كميات جري كبيرة جدا في وسط ملعب النادي الأهلي. كمان واحنا بنشوف عمرو السولية وهو مجهد خلال الفترة السابقة وضغط مباريات بنشوف أليو ديانج بيشيله، حمدي فتحي ما شاء الله اللي راجع كمان هيوزن معاهم كمان نص الملعب، أليو ديانج بيقدم مستويات رائعة مع النادي الأهلي. كمان عايز أطلع بره التشكيلة وأتكلم عن لعيب برضه مهم، محمد شريف. محمد شريف ما شاء الله يعني بيقدم برضه مستويات رائعة خلال الفترة السابقة وكمان بيسجل مع النادي الأهلي. محمد شريف اللي بقى يعني نقطة خطورة يعني في هجوم النادي الأهلي، بيمثل خطورة كبيرة جدا وكمان بقى بيسجل من أنصاف الفرص. كل اللعيبة ما شاء الله يعني أنا مش عايز أنسى حد، لكن هي دي لعيبة النادي الأهلي، وأيمن أشرف كمان اللي بيلعب مساك وتلاقيه باك ليفت. كل اللعيبة بنتمنى لها إن شاء الله التوفيق، لكن الشيء المهم جدا خلال المباراة القادمة مش عايزين نروح ونركن إن احنا كسبانين 2-0، لازم نلعب على المكسب، لازم نبحث عن هدف. المباراة السابقة بتاعت السنة اللي فاتت اللي سهلها الكرة بتاعت علي معلول اللي اللاعب المدافع بتاع صن داونز أحرزها في نفسه، دي اللي سهلت المباراة إن احنا دورنا على هدف من بداية المباراة، ده هيسهل علينا كتير جدا، ما ينفعش إن أنا أروح أدافع من أول دقيقة لآخر دقيقة، هيبقى صعب في كرة القدم، لكن النادي الأهلي إن شاء الله اللعيبة عندها خبرات، موسيماني عنده خبرات كبيرة يقدر يدير المباريات الكبيرة دي، وكلنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي. وأيضا كمان التحكيم الأفريقي، التحكيم الأفريقي إحنا شفنا النادي الأهلي يعني اتضرر بشكل كبير في المباراة السابقة، كان ممكن النتيجة تخرج 2-3، 3 أهداف 4 أهداف لصالح النادي الأهلي، لكن إن شاء الله عندنا ثقة إن شاء الله في المباراة القادمة هيكون التحكيم الأفريقي موجود في الميعاد إن شاء الله. دي كانت أخبارنا الأولى بالنسبة لمباراة الأهلي مع صن داونز. نروح بقى لخبر تاني، خبر يعني كان مفرح، يعني أسعد كل جماهير النادي الأهلي، الخبر كان منذ يومين، هو خبر يعني انطلاق أو تأسيس شركات النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما أو مجلس إدارته الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لما بياخد قرارات دايما بياخد قرارات لفترة مستقبلية كبيرة، 2050 الحقبة الاقتصادية الكبيرة احنا كنا بنتكلم عنها. دلوقتي الكرة في العالم كلها بتتطور، كلها بتتقدم، وأصبحت كرة القدم استثمار. بعد ما كانت في الماضي كرة القدم لعبة بيلعبها الأطفال في الشارع، دلوقتي بقت لغة الأرقام ولغة المال. النادي الأهلي بيجاري العالمية دلوقتي. النادي الأهلي بيؤسس 3 شركات، ولكن الأهم من تأسيس شركات هذه الشركات في النادي الأهلي كمان الأسماء اللي هتتولى كمان الشركات. لما نشوف النهاردة في شركة كرة القدم برئاسة الأستاذ ياسين منصور، أستاذ ياسين منصور وهو قامة أهلوية كبيرة، محب دائما للنادي الأهلي، الأستاذ ياسين منصور اللي دايما بيدعم ويساند النادي الأهلي وحتى وهو بره النادي الأهلي. أستاذ ياسين منصور اللي كان عضو مجلس إدارة سابق بالتعيين في مجلس إدارة النادي الأهلي. بالمناسبة كمان أستاذ ياسين منصور دعم النادي الأهلي بصفقات وساهم بحاجات كتيرة داخل النادي الأهلي، وما كانش بيحب إنه يتقال اسمه خالص برغم التدعيم اللي كان بيدعمه. فالنهاردة هو موجود في رئيسا لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي. الاسم الثاني النائب اللي هيكون موجود في الشركة المهندس مصطفى مراد فهمي، وهو قامة أهلوية كبيرة. المهندس مصطفى مراد فهمي وهو كمان من عيلة أهلوية كبيرة جدا، كمان اشتغل في الاتحاد الدولي، اشتغل في الاتحاد الأفريقي، ملم بالقوانين واللوائح،
فده هيفيد كمان يعني بنسبه كبيره جدا في شركه كره القدم النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي لما بيحط اسماء دايما بيبص للمستقبل. لما نشوف النهارده الرئيس الاستاذ ياسين منصور والنائب المهندس مصطفى مراد فهمي وهما قامات كبيره بيضخ معاهم الشباب، الكابتن حسام غالي، حسام غالي وهو عضوا في هذه الشركه. حسام غالي من العناصر الشابه والكوادر القادمه. حسام غالي اللي عنده خبرات كبيره اكتسبها خلال الفترات او الفتره السابقه، النهارده لما يكون موجود في الشركه هيكتسب خبرات، واكيد التلات اسماء اضافه كبيره للنادي الاهلي. لكن عايز اقف عند حاجه معينه وحاجه مهمه جدا. مجلس اداره النادي الاهلي الحالي لما بيفكر دايما في مصلحه النادي الاهلي، بمعنى النهارده لما نشوف المهندس مصطفى مراد فهمي وهو كان نازل في الانتخابات السابقه في قائمه المهندس محمود طاهر، فالنهارده النادي الاهلي او مجلس الاداره الحالي ما بيشتغلش على تصفيه حسابات او بيشتغل مين معايا ومين ضدي، بشتغل للنادي الاهلي فقط. ان النادي الاهلي زي ما بنقول النادي الاهلي بالجميع وللجميع وسيظل دائما فوق الجميع. لما نشوف الاسماء الموجوده دي وعلى راسهم الاستاذ ياسين منصور والمهندس مصطفى مراد فهمي والكابتن حسام غالي. نروح ايضا لشركه ثانيه من الشركات المهمه داخل النادي الاهلي وهي شركه الخدمات الرياضيه، هتكون بقياده الوزير المحترم يحيى راشد وزير السياحه السابق، وايضا شركه المنشات الرياضيه بقياده الاستاذ ايمن اسماعيل وهو احد علامات يعني قطاع الاستثمار العقاري. وايضا من الاخبار اللي كانت مهمه في مجلس الاداره السابق في النادي الاهلي هو تعيين الدكتور سعد شلبي، هو شخصيه محترمه منظم محترف عليه مسؤوليه كبيره، ولكن جاي كمان بعد العميد مرجان اللي ترك بصمه كبيره جدا في هذا المنصب، وهو منصب المدير التنفيذي للنادي الاهلي. والعميد مرجان دلوقتي اصبح طبعا يعني نائب رئيس شركه السادات الوطنيه. نتمنى للجميع التوفيق ودايما النادي الاهلي في تقدم. عايز اروح برضو لنقطه مهمه جدا، نقطه دايما بيتكلم عنها الاعلام المنافس لما بيتسالوا دايما ويقولوا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي، هو في مبادئ النادي الاهلي؟ لا، ده مبادئ النادي الاهلي ده مجرد كلمه بتتقال بتسوقوا بيها للنادي الاهلي. لا، مبادئ النادي الاهلي موجوده من 1907 منذ نشاه النادي للحظه اللي احنا فيها. ولكن مبادئ النادي الاهلي هضرب لكم بيها المثل في موقف حصل امبارح في كره الطائره سيدات، بالمناسبه ببارك لهم على فوزهم بالدوري وما شاء الله بيحققوا ارقام قياسيه فريق سيدات الكره الطائره. امبارح النادي الاهلي حسم الدوري منذ فتره، مباراه امبارح امام الصيد هي مباراه الختاميه في الدوري، النادي الاهلي مش محتاج فيها اي حاجه، لو كسب او خسر او تعادل مش هيفرق معاه بالمناسبه في الترتيب انه حسم المسابقه، بيلعب امبارح سيدات الصيد. النادي الاهلي علشان دي مبادئ النادي الاهلي دايما بيلعب على لغه واحده وحاجه واحده هي دايما لغه المكسب. النادي الاهلي امبارح الصيد لو كسب النادي الاهلي هيضمن المركز الثاني للسنه الثانيه على التوالي. وبالمناسبه ده هيكون انجاز بالنسبه لنادي الصيد، ولكن عشان دي مبادئ النادي الاهلي امبارح النادي الاهلي بيلعب للمكسب رغم غياب لاعبات مهمات جدا عن الفريق ويحقق الفوز ويضمن المركز الثاني لسيدات الزمالك. هو ده مبدا النادي الاهلي، ان انا دايما بلعب على المكسب حتى لو المباراه ما تلزمنيش. نروح بقى مع حضراتكم لاخبار الناشئين او اخبار يعني قطاع الناشئين في النادي الاهلي. واول خبر معانا اهلي 2003 يهزم الزمالك بهدف نظيف في 100 عقبه، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم احرز هدف النادي الاهلي اللاعب ابراهيم عبد الحكيم. مباراه كانت مهمه جدا، كانت المباراه في 100 عقبه، ولكن عايز اشيد النهارده لما يبقى في حاجه كويسه لازم نشيد بيها، لما تقلد حد عمل حاجه كويسه لازم تشيد بيه. التجربه دي اذاعه المباريات كنا احنا عملناها او احنا ابتديناها من 3 سنين هنا على شاشه قناه النادي الاهلي، ونادينا بيها وكنا اول برنامج رياضي نعمله في مصر هنا في برنامج الاشبيله على قناه الاهلي، علشان ايماننا ان احنا الناشئ الصغير لازم يلاقي رعايه كويسه، لازم لما يطلع الفريق الاول يلاقي نفس الظروف اللي بيقابلها الفريق الاول، فعشان كده عايشناه في الظروف دي. فكانت من هنا اذاعه المباريات بالنسبه للناشئين وكمان للاجهزه الفنيه. قناه الزمالك ذاعت مباراه الاهلي والزمالك على شاشتهم مباراة 2003 اللي فاز فيها النادي الاهلي، فعلشان كده لازم نشيد بيهم. بس ما تنسوش حاجه، احنا برضو هنا في قناه الاهلي المركز الاول وحضراتكم المركز الثاني. نروح للخبر اللي بعد كده.
او معانا ملخص الهدف. طب نروح نشوف مع بعض هدف فوز الاهلي في مباراه الزمالك مواليد 2003. يعني من الاهداف الحلوه، الاهداف الحلوه طبعا لما اللعيبه تلعب في نادي الزمالك ويعني في 100 عقبه اكيد المباراه كان فيها ضغط نفسي، لكن لعيبه النادي الاهلي كانت موجوده في الميعاد ومدام الاهداف الحلوه. لعيب ابراهيم عبد الحكيم كمان من اللاعبين المميزين داخل 2003. نروح نشوف ايضا كمان يعني نقرب من المباراه اكتر ونشوف ملخص لمباراه الاهلي وفوز الاهلي على الزمالك 2003. هنروح الخبر بعد كده من الوطن. اتحاد الكرة يحدد 26 مايو موعدا لإقامة المباراة الفاصلة لقمة الشباب، دي المباراة اللي كان عليها لغط كبير. أخيرا اتحاد الكرة حدد يوم 26 مايو إن شاء الله تكون المباراة مقامة بين الأهلي والزمالك. هنروح أيضا من يلا كورة، خبر مهم جدا جدا جدا. زيسكوف التشيكي يطلب استعارة ثلاثي شباب الأهلي، الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام وأحمد السيد، وده من الأخبار المهمة جدا طبعا. يعني نقطة الإعارات داخل الدوري المصري هنا بنشوف لعيبة مميزة، لكن النادي الأهلي زي ما كان معانا الكابتن أمير توفيق هنا في قناة الأهلي وإحنا مستضيفينه في حلقة من الحلقات، وهو قال لنا إن لجنة التخطيط لجنة التسويق بتفكر في هذا الأمر، إن ده هيكون موضوع مهم جدا خاصة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. وضرب مثل بأحمد عبد القادر لاعب سموحة الفترة اللي قضاها في تشيك ورجع ما شاء الله عنده خبرات كبيرة، وكمان التكوين الجسماني ما شاء الله حاجه مميزه جدا. فالنادي الاهلي حابب خلال الفتره اللي جايه اللعيبه المميزه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي هيتم اعارتهم للدوري التشيكي وخاصه نادي زيسكوف. دي من النقط المهمه جدا. النادي الاهلي لما بيدور على الاعارات ما بيدورش على العائد المادي، على قد العائد الفني. النهارده لما بنشوف عمار حمدي في الدوري المصري، بنشوف احمد عبد القادر، بنشوف محمد عبد المنعم، عربي بدر، يعني احمد ياسر ريان ما شاء الله المتالق جدا مع سيراميكا كليوباترا وبيقدم مستويات رائعه، كل الاعارات دي بتفيد النادي الاهلي عودته مره اخرى. شفنا قبل كده صلاح محسن ومحمد شريف وعودته مره اخرى اعادت او افادت النادي الاهلي بشكل كبير. فاكيد تجربه الاعارات سواء المحليه في الدوري المصري او كمان على المستوى الاوروبي هيكون ليه نفع كبير جدا جدا جدا. هنروح للخبر اللي بعد كده.
الخبر يعني القرعة تحسم فوز أهلي 2006 ببطولة الجمهورية. شفنا احنا يعني امبارح أهلي 2006 والبطولة دي ليها تفاصيل خاصة، وهنستعرض مع حضراتكم اللائحة دلوقتي. النادي الأهلي مع الإنتاج الحربي وصلوا للمنافسة النهائية. النادي الأهلي أنهى البطولة برصيد 19 نقطة، وكذلك الإنتاج الحربي سجل كل فريق 17 هدف مقابل 12 هدف في مرماه. المباراة الأولى حتى كمان النادي الأهلي الإنتاج الحربي فاز على النادي الأهلي في ملعب الإنتاج الحربي 2-0، والنادي الأهلي فاز على الإنتاج الحربي في ملعبه في ملاعب النشيمة مدينة نصر 2-0، تساوي في كل حاجة. النهاردة اللائحة بتقول مفيش مباراة فاصلة، بالرغم إن النادي الأهلي عرض على اتحاد الكرة نتمنى إقامة مباراة فاصلة، والكابتن خالد بيبو خاطب المسؤولين ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة، لكن الإنتاج الحربي كان رده إن اللعيبة خلاص ريحت وقعدت في البيت، فإحنا هنرجع للائحة، اللائحة بتقول خلاص القرعة تمت في اتحاد الكورة. لكن الحاجة أو النكتة اللي احنا سمعناها إن الكورة اللي كانت بتحمل القرعة فيها اتنين أهلي، دي يعني نكتة يعني عارفين مين اللي قالها ومين اللي كان الهدف منها. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، في حالة التساوي في كل ما سبق، في حالة التساوي في كل ما سبق يتم عمل قرعة لتحديد البطل. هي دي اللائحة ورجع ليها اتحاد الكورة ولجنة المسابقات ونفذوها فعلا، والحمد لله كان التوفيق من جانب النادي الاهلي. نروح نشوف مع بعض دلوقتي القرعه يعني والتقرير ده وسحب القرعه وفوز النادي الاهلي ببطوله 2006. طبعا بنبارك لفريق 2006 وبنقول لهم ان شاء الله هيكونوا موجودين معانا الاسبوع اللي جاي ايضا في احتفاليه زي النهارده. 2001 اللي فازوا بالبطوله و2006 فازوا بالبطوله هيكونوا موجودين معانا الاسبوع اللي جاي. نروح للخبر المهم اللي كنا بنتكلم عنه منذ قليل، وهو خبر اعارات النادي الاهلي الى نادي زيسكوف تشيكي. ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي. مساء الفل يا كابتن امير. يا كابتن اسامه مساء الفل. قول لنا، كنت معانا انت يعني من فتره هنا في قناه الاهلي وعدتنا وقلت لنا في مفاجات حلوه لقطاع النشيب النادي الاهلي وبدات تظهر اعارات لاوروبا ما شاء الله، عندنا ثلاث لعيبه. بص يا كابتن، دلوقتي الفكره لما انا خدت معاك فعلا على الهواء قلت لك ان احنا بدانا ان احنا فعلا بقالنا فتره بنشوف عروض وبروتوكول مع انديه اوروبيه عشان نطلع نلاقي فرص للناشئين بتوعنا بره مصر. دي ليها كذا هدف، ان احنا ممكن نكسب منه ماليا وممكن نكسب منه فنيا، ويا اما اللعيب بعد لما يكون موجود مثلا بره لمده سنه وسنتين بيرجع الاهلي بعد كده، تمام، بيكون ليه بيكون مستواه اتطور فنيا وبدنيا يعني. وفي نفس الوقت برضو ممكن اللعيب نفسه ان هو يبقى ربنا يكرمه شو بره كويس في اوروبا، احنا وقتها ماليا بنستفيد بعد كده من ترانسفير الثاني والثالث والرابع وهكذا. تمام، فاحنا بدانا الكلام ده فعلا من فتره، الكورونا عطلتنا شويه وبعد كده الحمد لله كان اول تعاون مع نادي تشيكي اسمه زيسكوف. تمام، بعت عرض من اسبوع لثلاث لعيبه في مواليد 99 و2000 هم مصطفى فوزي وميد حسام واحمد السعيد وميد حسام. مظبوط، ده شكل التعاون في الثلاث لعيبه او حتى اللعيبه عامه بتفرق. في لعيبه هتطلع اعاره من غير نيه بيع عشان الاهلي يرجعوا النادي بعد كده، كويس. في لعيبه هيطلعوا اعاره من نيه البيع، وفي لعيبه هيطلعوا بشكل شراكه بين الاهلي وبين النادي اللي بره، كويس. وفي نفس الوقت برضو غير نادي زيسكوف عندنا بروتوكولات ثانيه الفتره الجايه ان شاء الله بنقفلها مع انديه اوروبيه في بلاد ثانيه برضو، علشان يبقى عندنا كذا مخرج للعيبه بتوعنا ان هم اماكن يتطوروا فيها، بدل ما احنا النهارده كل سنه
اللعيبه تطلع من عندنا بيطلعوا بشكل ببلاش او فري، فاحنا بنخسر. انت بتصرف على لعيب حوالي 10 سنين وفي الاخر بتمشي الجيل كله من غير تفيد منه. فاحنا في الفتره الاولانيه الحمد لله اول حاجه عملناها ان احنا عملنا اعراض داخليه داخل مصر وداخل مصر، والحمد لله ادت نجاح جامد جدا اللعيبه اللي ظهروا السنه دي والسنه اللي فاتت. فالخطوه الجايه بقى ان شاء الله ان احنا كمان في اعراض خارجيه في اوروبا برضه بنطور فيها اللعيبه بشكل اكتر من كده كمان. ده كلام مهم جدا يا كابتن امير، يعني احنا ممكن الفتره اللي جايه نشوف اعارات من لاعبين اخرين كمان من داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي. هيحصل ان شاء الله. طيب دايما بتضرب المثل باحمد عبد القادر لاعب دلوقتي المعار الى سموحه، وبتضرب دايما المثل بيه ان هو في التجربه بتاعته كمان احترف في الدوري التشيكي ورجع ما شاء الله كمان على المستوى الجسماني ما شاء الله حاجه رائعه، وكمان المستوى الفكري. فدايما بتضرب المثل باحمد عبد القادر في التجربه دي، فهل التشيك يعني هي المحطه بتاعت او وجهه كابتن امير توفيق في تسويق اللاعبين، ولا ممكن نشوف في دول اخرى ثانيه؟ لا، في دول اخرى طبعا. التشيك بلد مميزه جدا في قطاعات الناشئين بتاعتها كويس. في التاسيس البدني كمان عندهم علميا بشكل محترم جدا، وده على فكره بدا يطبقه بروكيتش عندنا في حقيقة. في الناشئين في النادي. وفكره ان هو اللعيب النهارده زي عبد القادر اتفرج على عبد القادر لما كان في الاول كان في الناشئين، بعد كده لما سافر رجع جسمه فرق ازاي وقوته فرقت ازاي. وهو ما شاء الله كمان عبد القادر المنتاليتي بتاعته كويسه جدا. تمام. هو بتاع كوره، هو ما عندوش حاجه غير كده خالص. هو رجع من هناك، احنا كنا لما طلع سموحه احنا كنا عارفين ان هو هيفرق وهيعمل شغل كويس، وما شاء الله عامل شغل كويس جدا معاهم هناك. ف عبد القادر من اللعيبه ممكن احنا وقتها لما خرج احنا كنا لسه مش موجودين في النادي يعني. بس لما خرج ورجع، لا احنا شفنا الفرق ده بعينينا. انت عندك اكزامبل، هو ما اتعملش بشكل منظم زي ما احنا شايفين دلوقتي دي، لكن في الاخر شفت لعيب خرج ورجع لك بعد كده وطلع اعاره لسموحه، ممكن يرجع الاهلي او ما يرجعش لحاجه طبقا الرؤيه الفنيه لجنه التخطيط والمدير الفني، لكن في الاخر لعيب مميز ليه مستقبل معانا الفتره الجايه ان شاء الله. احنا كمان بنشكرك يا كابتن امير، وما شاء الله كمان لجنه التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي خلال الفتره السابقه عامله شغل رائع، وكمان النهارده عندنا احتفاليه خاصه بفريق 2001، الفريق اللي فيه دلوقتي في الفريق الاول حمزه علاء في حراسه المرمى، وعندنا احمد نبيل كوكا كمان كان موجود وبيشارك الفتره السابقه، وفي شادي رضوان اعارات، وعربي بدر كمان اعارات لنادي الجونه. بالظبط بالظبط. وبرده هتلاقي السنه الجايه احنا من السنه اللي فاتت خرجنا 97 اعارات كتير ورجعوا لنا السنه دي. السنه دي خرجنا 99 عمار وعبد المنعم وفخري وعبد القادر، برده هتلاقي السنه الجايه برده واللي بعدها هتلاقي 2001 بيطلعوا اعارات في الدوري المصري غير ان شاء الله الاعارات الخارجيه لهم. فده توجه ان شاء الله يكون مفيد للنادي، ان احنا النهارده عندنا قطاع ناشئين محترم جدا لازم نستغله بشكل كويس وبشكل منظم اهم حاجه. الاعراض الداخليه او خارجيه تدي اللعيبه احتكاك اكبر، بيلاقوا فرصه ان هم يلعبوا اكتر، يا اما ان احنا زي ما قلت لك في الاول يبقى في استفاده منهم فنيه يرجعوا لنا الفريق الاول عندنا بشكل كويس، او ان لو لعيب خلاص مش هيكون مناسب للفريق الاول عندنا بيكمل بره، فاحنا ماليه مثل منهم. واحنا بنشكرك يا كابتن امير، شكرا جزيلا. نروح دلوقتي بقى الفاصل، وبعد الفاصل نبدا بقى الاحتفاليه بتاعتنا واستقبال ابطالنا فريق 2001. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. صعوبات كثيره، تغيير مدير فني، توقف نشاط رياضي بعض الوقت، فيروس كورونا واجراءات احترازيه، كل ذلك واكثر. ولكن كان فريق شباب الاهلي مواليد 2001 على قدر التحدي، ونجح في عبور وتخطي كل العقبات حتى توج بلقب بطولة الجمهورية. حصد الأهلي 19 نقطة في التصفيات النهائية التي تأهل لها سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، الجونة، طلائع الجيش، بيراميدز، المقاولون العرب، الاتحاد السكندري، وإم بي بجانب الفريق الأحمر. حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وخسارة وحيدة كانت أمام سيراميكا كليوباترا 1-2، قبل أن يفوز على بيراميدز بنفس النتيجة، وعلى الاتحاد السكندري 2-0، وعلى الإسماعيلي 1-0، وعلى إم بي 3-2، وعلى طلائع الجيش 2-0، وعلى الجونة 3-0، وتعادل مع المقاولون سلبية مسجلا 14 هدفا مقابل 5 أهداف في مرماه. كتيبة عمل وراء هذا الإنجاز بدءا من خالد بيبو مدير القطاع، وتشيكي بروكيتش المدير الفني للقطاع، والجهاز الفني بقيادة سيد غريب ومعاونه معتز إينو. اليوم في برنامج الأشبال
معنا فريق 2001 لنحتفي ونحتفل بلاعبيه وجهازهم الفني في قناة الأهلي. دايما في مصنع الأبطال داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لاعبتنا وولادنا بيتربوا على حاجة واحدة بس، دايما النادي الأهلي رقم واحد، بيتربوا دايما على المكسب، بيتربوا دايما على البطولات. علشان كده النهاردة يعني في احتفالية خاصة النهاردة في برنامج الأشبال بنحتفل بأبطالنا، أبطالنا فريق 2001 اللي فازوا ببطولة الجمهورية عن جدارة واستحقاق. النهاردة هنكون الفرقة كلها موجودة معانا، كل لعيبة الفريق 2001 وكمان كل الجهاز الفني، لكن دلوقتي بنرحب يعني ببعض فريق 2001، وهنبتدي دلوقتي بأحمد أشرف. بنرحب بيك يا أحمد على قناة الأهلي. أهلا بحضرتك كابتن، ودايما بكون سعيد بالتواجد مع حضرتك. عاصم سليم حارس مرمى فريق 2001. أهلا وسهلا بحضرتك كابتن، وطبعا مبسوط إن طلعت مع حضرتك على البرنامج. طه محمود. مبسوط بحضرتك يا كابتن، وزي ما حضرتك وعدتنا يعني الاحتفالية دايما كانت هتحصل يعني. محمد أشرف باك ليفت النادي الأهلي وكمان منتخب مصر. أهلا بيك يا كابتن، وإن شاء الله كل سنة الاحتفالية زي كده إن شاء الله. محمد مغربي ألف مبروك ومشرفنا في قناة الأهلي يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن أسامة، طبعا مبسوط إن أنا موجود مع حضرتك وبشكرك على الاهتمام طبعا. طبعا احنا النهارده يعني علشان يعني هيكون موجود معانا الفريق كله، لكن في نهايه الحلقه واحنا بنقطع التورته في الاحتفاليه الكبيره، احنا النهارده استضفنا يعني خمس لاعبين، لكن حابب اقول قائمه الشرف، قائمه فريق 2001 اللي فازوا بالبطوله. ويعني في البدايه عاصم سليم، وهقول كل اسماء فريق 2001. عاصم سليم، محمد اشرف، ده عاصم سليم زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. محمد اشرف ده جو. محمد اشرف، عندنا اتنين محمد، ده محمد اشرف الباك ليفت، وكان اللي فات محمد اشرف حارس مرمى. احمد اشرف ده كابتن الفريق. محمد المغربي، هاني عمرو، احمد سيد غريب هداف الفريق، كريم سعد الله، عمر رزق، محمد سلامة، أحمد عربي، طه محمود، محمد ياسر، أحمد عبد الله، جلال أحمد، أحمد عربي، طه محمود، ومحمد ياسر، أحمد سيد عبد النبي، جلال فارس، عمر حجاج، علي عمرو، وكمان يعني في لعيبة كان في محمد رضا ومحمد خالد، وفي احمد كوكا مع الفريق الاول، حمزه علاء مع الفريق الاول، شادي رضوان، اعاره، عربي بدر. دي قائمه الفريق 2001 اللي توجوا ببطوله الجمهوريه، وكنا حابين نقول الفريق كله، لكن النهارده معانا طبعا الخمس ابطال. هنبتدي طبعا بكابتن الفريق احمد اشرف. الف مبروك احمد على البطوله، كانت بطوله صعبه، احكي لنا بقى استعداداتكم من بدايه الموسم علشان ربنا يكرمكم بالبطوله دي. الله يبارك في حضرتك كابتن. هي طبعا الموسم السنه دي من اصعب المواسم اللي عدت علينا. حصل ظروف كتيره جدا من بدايه الموسم، تغيير جهاز فني، ابتدينا الاول مع كابتن ياسر رضوان، ربنا كرمه في مكان تاني، فضل ان هو يروح هناك، تولى المسؤوليه لفتره مؤقته كابتن معتز اينو، عمل معانا شغل كويس جدا وحقق معانا نجاحات كويسه جدا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نصعد اول مجموعتنا. بعد كده تولى المسؤوليه كابتن سيد غريب في اللي هي المرحلة النهائية آخر 8 مباريات. الحمد لله قدرنا إن احنا نحسم الدوري من قبل الدوري يخلص بمباراة. عدى ظروف بقى صعبة، إصابات، في حالات كورونا اتحصلت، بس هو الحمد لله احنا متعودين في النادي الأهلي إن أي بطولة بتخشها لازم مركز أول، غير كده تعتبر كأنك مركز الأخير يعني. عاصم ما شاء الله برضو من اللعيبه او الحراس الاساسيين 2001، وكمان كنت موجود في منتخب مصر انت وحمزه علاء. قول لنا شكل البطوله السنه دي، خاصه يعني في منافسه كبيره ما بينكم، انتوا الاثنين ما شاء الله حراس كبار، انتوا الاثنين بتتمرنوا كمان وتطلعوا مع الفريق الاول. بسم الله. هو في الاول البطوله يعني النظام بتاع الموسم ده كان صعب جدا، لان احنا بنلعب في الاول 10 ماتشات على ثلاث مجاميع يعني، وبيصعد اول توالد، وبعد كده بقى بنلعب دوري من دور واحد. يعني دي صعبه قوي. انت وقعت ماتش، خلاص الدنيا وقعت منك. ففي الاول حصل معانا ظروف قبل ما نوصل للمرحله النهائيه. طبعا كابتن ياسر جاله مكان تاني ربنا وفقه فيه، ومسكنا كابتن اينو. فدي طبعا بتحصل بقى، انت عارف في الفرق الكبيره بيحصل خلل لما جهاز فني بيتغير، واحنا بقى ثلاث اجهزه فنيه.
فكابتن اينو كمل معانا لحد ما كابتن سيد جه مسك الفرقه و بس استفدتوا مع كل مدير فني؟ طبعا في استفاده كبيره طبعا. طبعا وبس يعني حتى حصل معانا اصابات في الاول دي كانت يعني، بس انت عارف بقى كابتن احنا الحمد لله متعودين دايما على المكسب. طبعا وفي القطاع يعني الحمد لله واخدين دعم من كابتن خالد بيبو كبير جدا. وعندنا ثقه في نفسنا اي حد هيلعب، و2002 طبعا كانوا اضافه لينا السنه دي بيدعموكوا برضه. ويعني الحمد لله الموسم كان صعب وعدى بحلو ومر يعني. طه الف مبروك. يعني طه اللي انا اعرفه بيلعب في كذا مركز في الملعب. الله يبارك فيك يا كابتن. انا بلعب يعني 8 و6 و10. ودي حاجه كويسه يعني الحمد طبعًا لله. طبعا بتحل المدير الفني في اي حته. قول لنا اصعب مباراه كانت واجهتكم في البطوله، كانت مباراه ايه؟ كان في كذا مباراه يعني، كل مباراه بالنسبه لنا صعبه. بس كان في مثلا مباراه اللي هي جبنا جون في اخر دقيقه الاسماعيلي. كانت مباراه الاسماعيلي عندهم في الاسماعيليه. وكان ماتش صعب وكنا 0-0 ومتعادلين، وكان كوكا هو اللي جاب الجون في اخر دقيقه وجبنا الثلاث نقط. يعني كنا لازم نكسب الماتش ده. دي جت بعد خساره مباراه سيراميكا. بعدها على طول. بعد اول ماتش المرحله النهائيه، المرحله اللي هي النهائيه دي في المتصفات النهائيه. فانت وقعت مباراه دنيا بصعبه. هي كمان كانت في وقت ان احنا نضيع بونت تاني. كل الماتشات خدناها بفوز. محمد اشرف باك ليفت نادي الاهلي وكمان منتخب مصر كان مع الكابتن ربيع ياسين، الجيل اللي ما كانش محظوظ بالاجراءات اللي حصلت فيها، لكن محمد اشرف من اللعيبه اللي لها مستقبل كبير. قول لي يا محمد في البدايه مبروك طبعا، يعني المباراه مباراه الاسماعيلي لميتوا بعض ازاي بعد خساره سيراميكا في مشوار بطوله الدوري، خاصه ان المواقف دي بتديكوا خبرات كبيره؟ والله كابتن هو احنا يعني كان في معسكر، كان المباراه دي احنا روحنا قبلها بيوم في المعسكر بالليل، احنا قعدنا مع بعض واتكلمنا ما ينفعش ان احنا نضيع بونت تاني، يعني ما فيش وقت. اي بونت هيضيع مننا البطوله هتروح مننا. فاحنا يعني وعدنا بعض ان احنا لازم نكسب الماتشات كلها الجايه، مش ماتش الاسماعيلي بس. واحنا دايما لما بنحب بعض ربنا هيجيب لنا المكسب كويس، وده اللي حصل. كسبنا في اخر دقيقه، يعني ربنا فضل مأخرها لحد ما كسبنا في الدقيقه 94 حاجه زي كده. مغربي الف مبروك. الله يبارك فيك. طمنا عليك الاول، اخبارك ايه؟ انت كان مريت بظروف اصابه لكن الحمد لله رجعت. هو الحمد لله كان فعلا زي ما حضرتك قلت كان في اصابات، واحنا بدانا الموسم كان في برضو غيابات ناس في المنتخب، وبعد كده اول ما رجعوا المنتخب كان حصل لي اصابه. بس الحمد لله رجعت من الاصابه، والحمد لله دلوقتي بتمرن مع فريق 99 والدنيا ماشيه كويس. فبس احنا الحمد لله يعني ما فيش ظروف وقفتنا، قدرنا نتعامل مع الغيابات، ناس كانت في المنتخب اصابات وكده، وما فيش حاجه وقفتنا الحمد لله، قدرنا ناخد البطوله. تمام يا عماره، يا ريت تعرض لنا يعني الفرحه دلوقتي، شفنا الفرحه وفرحه الفوز بالدوري، وكانت في المباراه ان هي علشان يعني ابطالنا يكلمونا عن الفرحه دي. دي كانت بعد مباراه ايه الفرحه دي؟ مقاولين. بعد المقاولين سمعنا كده، لازم نسمع الاول. ده مين اللي بيصور سيلف؟ حسام صليبي. اتمنى له طبعا ان هو يرجع بالسلامه. حسام عامل رباط صليبي من اول الموسم. من اللعيبه المؤثره جدا، كان النادي الاهلي كنا اشترينا الموسم اللي فات. لعيب نادي الاهلي ولعيب منتخب مصر، ومن اللعيبه المؤثره جدا مع الفريق. اتمنى له طبعا ان هو يرجع في اسرع وقت يعني باذن الله ان شاء الله. عاصم، يعني كابتن تامر دسوقي اشتغلت معاه كتير في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، هو من المدربين المميزين، يعني ابرز الحاجات اللي استفدتها من كابتن تامر دسوقي. والله كابتن تامر يعني ده تاني موسم مع التوالي يمسكنا، الموسم اللي فات والموسم ده. بس انا اتمرنت معاه قبل كده من اول ما جيت النادي يعني. وانت صغير انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ 7 سنين ما شاء الله. 7 سنين ونص يعني داخل في الثامنه اهو. وطلعت مرات مع الفريق الاول قبل كده؟ اتمرنت مع الفريق في اول فتره، طلعت مرتين على فترتين يعني. كابتن تامر طبعا كان جون كبير قبل ما يبقى مدرب كبير، كان جون كبير وانا ما كنتش اعرف عنه لان انا تاريخي بقى مش قبل كده يعني. بس لما جيت النادي عرفت ان كابتن تامر من افضل المدربين الحراس في النادي. اكيد طبعا، بل وهو افضل يعني طبعا. فكنت مبسوط ان انا لما سمعت خبر ان هو اللي هيمسكنا في تشكيل القطاع وكده، لان بستفاد منه. هو حتى بيديني ثقه يعني من المدربين اللي تخلي الحارس ليه قيمه في الملعب اكبر من اي لاعب. فبيديني الثقه في نفسي في كل مره، بيخلينا يعني بيديني مكانه عاليه يعني. وحتى انا بكون مطمن.
حتى لو في اي حاجه عندي مشكله في الملعب في اي حاجه. حلو الاعداد النفسي بيكون مهم قوي لحارس المرمى. بيتكلم معانا كتير وبيضيف لنا كتير وانا بتعلم منه دايما يعني. معانا لقطات دلوقتي للمباراه ده كانت مباراه ايه دي؟ هو ده الاسماعيلي هو ده الجون مباراه الاسماعيلي اللي فيها الجون في اخر دقيقه دي كانت يعني عنق زجاجه بالنسبه لكم في مشوار بطوله الدوري. لازم نقف على رجلينا بعد كمان خساره. مين اللي احرز الهدف ده؟ كوكا احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا مع الفريق الاول دلوقتي. توفيق ان شاء الله انتوا تطلعوا الفتره اللي جايه ونشوفكم كلكم ان شاء الله مع الفريق الاول انكم يعني هتستحقوا لعيبه مميزه. طه قول لي بقى انت الاول انتقلت ازاي للنادي الاهلي؟ انا كنت بلعب في سموحه في اسكندريه وكنت رحت اختبرت مع اللي سنه كان هم ساعتها كابتن ياسر محمدين ماسكهم واتقابلت بعد كده قعدت سنه تانية في سموحه عشان اللي هو الحق اخلص ورقي ورجعت تاني وبدات مع الكابتن شرف والكابتن احمد جمال ودي انا كده بقى لي 6 سنين يعني في النادي من ساعتها الحمد لله مكمل مع النادي وداخل في السنه السابعه. استفدت بقى من انت ما شاء الله كابتن ياسر رضوان وكان معاكم كابتن سيد غريب استفدت من انا يعني ممكن ان احنا ممكن نتعلق بمدرب او حاجه يعني كابتن شرف قعد معانا 3 سنين الكابتن برضو سيد غريب نبقى ممكن هنبقى عايزينه السنه الجايه برضو كل مدرب نتعلق بيه بس في نفس الوقت احنا بنتعلم من كل مدرب حاجه ودي حاجه كويسه جدا ان هم كلهم يعني لعبوا كوره وكلهم عندهم خبرات كبيره جدا بينقلها لنا يعني بالذات زي الكابتن اينو مثلا لعب يعني ممتاز كام سنه 15 سنه 20 سنه حاجه يعني حاجه احنا بنبقى فرحانين وهو معانا في التمرين بس مش اكتر فحاجه كويسه جدا. محمد اشرف انت بلدياتي بقى شرقاوي بقالك كام سنه في النادي الاهلي قول لي؟ هو انا كابتن دلوقتي بقالي 6 سنين في النادي الاهلي. 6 سنين تأثرت شويه لما المنتخب وكان نفسكم الجيل بتاعكم يكمل كان موجود معاك كلكم كنتوا موجودين في المنتخب بس رحتوا منتخب مصر مع كابتن ربيع ياسين تأثرتوا شويه لما الجيل ده بعد شويه عن كاس الامم والتصفيات وكنتوا ممكن تحققوا حاجه في نفسنا هو كنا محتاجين ان احنا نثبت نفسنا احنا كنا محتاجين بس يا كابتن فرصه ان احنا نشارك في التصفيات اللي هي بتاعه تونس دي كنا الجيل بتاعنا كان ما شاء الله كان ممكن نلعب كاس عالم نصعد لكاس عالم نلعب كاس عالم وننافس على كاس العالم بس الحمد لله على كل شيء بس خلي بالك عندكم اولمبيات الجيل ده يعني هيحافظ عليه ولسه ليكم مسيره كبيره جدا لازم تحافظوا على نفسكم علشان كمان عندك فرصه كبيره للفريق الاول بالنادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله اكيد ان شاء الله ان شاء الله. قول لي بقى مغربي المدير الفني الاجنبي في قطاع الناشئين طبعا مستر مايكل يعني هو انا بحبه جدا هو بيتعامل معانا على المستوى النفسي كويس جدا بينقل حب للعيبه كبير قوي دايما بيدعمنا لما بنبقى مثلا بعد ماتش تعادل او خساره اكتر من المكسب فدي طبعا بتبقى حاجه بتفرق معانا جدا وطبعا بعيدا عن كده فكره في الكوره عالي جدا فبينقل لنا خبرات في الملعب كويسه وهتفيدنا طبعا هتطور من مستوانا والدك كان ليه دور كبير معاك فتره طبعًا. الاصابه يعني انت كانت فتره سافرت فيها المانيا ويعني بعدتك شويه عن الفريق لكن الحمد لله رجعت اقوى من الاول وانت كمان من العناصر المميزه المغربي هو الحمد يعني طبعا والدي يعني هو اكتر واحد ليه دور في حياتي هو والدتي طبعا العيله كلها ان هم وقفوا جنبي في وقت زي ده دعموني ما كان ممكن في وقت زي ده اللي هو يبقوا هم نفسهم يبقوا متضايقين بس هو لا بالعكس هو حسسني ان ده حاجه عادي ودي ساعدتني ان انا ارجع احسن وارجع بسرعه يعني كان متوقع ان انا ارجع بعد فتره طويله ممكن بعد سنه الحمد لله قدرت ارجع بعد 6 شهور ولحقت الحمد لله بقى موجود في المنتخب مع كابتن ربيع في تونس طبعا بشكر كابتن ربيع على ان هو يعني كان واثق فيا ان انا ارجع من اصابه يوم واخدني معاه فبس فزي ما قلت لحضرتك يعني وعيلتي طبعا والدي بالذات والدي ووالدتي كانوا مساعديني جدا في الموضوع ده محمد النادي الاهلي بيوفر لكم كل حاجه كل الامكانيات موجوده في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي اكيد طبعا احنا كمان يعني شغالين بنظام الاحتراف يعتبر في حلقه وصل كبيره جدا بين قطاع الناشئين والفريق الاول كمان في الموسم ده خصوصا من ساعه ما كابتن خالد بيبو تولى المسؤوليه هو ومستر مايكل شغالين بنفس السيستم بتاع الفريق الاول سواء بقى في التدريبات التكتيك المحاضرات ده مهم جدا طبعا بحيث ان لما اي لعيب بيطلع دلوقتي من قطاع الناشئين يتصعد للفريق الاول ما بياخدش وقت عشان يتاقلم ولا بالعكس هو عارف السيستم ايه وعارف الفريق الاول التكتيك بتاعه ايه شغال ازاي فتساعد طبعا في التأقلم بشكل سريع يعني. عاصم مين مسلك الاهلي؟ فين بالظبط؟ في مصر وبره مصر طبعا اليسون بيكر حارس ليفربول هم اللي بيشبهوني بيه. شفت الجول اللي جابه؟ وعاصم هداف انا بحب دخية طبعا انا بحب دخية والقصه بتاعته طبعا وهم بقى بيشبهوني باليسون مصر طبعا محمد الشناوي ايه رايك في محمد الشناوي لا ما شاء الله يعني الظروف اللي هو مر بيها
يعني مش اي حد يوصل للمرحله دي بصراحه. خلي بالك محمد الشناوي في يوم من الايام كان زيكم في قطاع الناشئين من النادي الاهلي في الاستراحه ومشاكل كتير جدا اعاره بره، لكن كان دايما ليه هدف هو الفريق الاول وانه يلعب كاس عالم. فدايما طول ما انت بتلعب لازم يكون ليك هدف علشان توصل له، وانتم ما شاء الله كمان على المستوى الاخلاقي حاجه مشرفه جدا. طه قول لي بقى، يعني كلمنا عن المدير ده فتره الاعداد ومعسكر الاعداد في اسماعيليه وكان في استفاده كبيره منه جدا يا طه. جدا يعني فتره الاعداد دي احنا اصلا كفريق بنلم نفسنا، احنا داخلين على حرب. انت داخل على دوري حرب، بس حرب شريفه. حرب شريفه طبعا في الكوره. طبعا انت هتتمرن جامد وهتاكل كويس وهتنام بدري وهتحافظ على نفسك، لان انت دي الفتره دي اللي هتوقفك على رجلك طول الدوري. انت عايز تطلع فريق اول، عايز تظهر، عايز تعمل دوري كويس يليق بيك بالنادي وبيليق بفرقتنا وبيليق بالنادي الاهلي. فحرام نضيع تعب المدربين ونضيع كل ده بسبب ان انت مثلا تستهتر في فبالنسبه لنا الفتره دي فتره مهمه جدا. يعني انا بالنسبه لي انت لو اشتغلت كويس في الفتره دي خلاص انت بتاسس نفسك كويس، بتاسس نفسك وبتحسم حوالي 50% من الدوري انت شغال كويس، وال 50% التانيين ده بيبقى تكتيك وشغل المدربين. محمد النادي الاهلي ما شاء الله ما بيبخلش باي حاجه، معسكر كانك في الفريق الاول بالظبط، كل الامكانيات، ملابس، تغذيه، مدربين على اعلى مستوى، مدربين لياقه، النادي الاهلي بيوفر كل حاجه. لا ما شاء الله كابتن متوفر لنا كل حاجه الصراحه، وكابتن خالد دوم يعني موسع علينا جامد يعني على فريقنا احنا مخصوص. لا هو ما شاء الله، وانا بشكر كابتن بيبو على الاهتمام اللي هو من السنه اللي قبل ما يمسك فيها كابتن بيبو اصلا، من قبلها كان دايما بيدعمنا وفي اي حاجه دايما كان بيجيبها لنا لو في اي نقص عندنا، لكن ما فيش اي ناقص ولا في اي حاجه ناقصانا. مين مسك الاعلى؟ انت شكلك هادي بره الملعب، جوه الملعب هادي برضه وكلامك قليل. قلنا قولوا لنا هادي برضه بره الملعب وكلامه قليل، جوه بره الملعب مجنون. قول لي مين مسك الاعلى؟ هو طبعا محليا انا بحب لعب علي معلول جدا. علي معلول انا يعني باخد من خبراته وباخدها. يعني اكتر حاجه بتعجبك في علي معلول ايه؟ قول لي كده وانت باك ليفت بتلعب في مكانه. اكتر حاجه بحبها فيه هو انا بحب فيه لمسته، عنده لمسه كوره، لعيب كوره يعني مش باك صريح. لا يعني لعيب كوره، دور هجومي كمان في وهو اكيد له تاثيره في الناحيه الهجوميه اكتر من الناحيه الدفاعيه، بس انا بحب فيه ان هو لعيب كوره يعني في اي موقف ممكن يحل لك وما شاء الله يعني انا بحب اوفراته كتير الصراحه يعني بيعملها كويس. تمام. مغربي طلعت مرات مع الفريق الاول؟ الحمد لله. طب قول لي بقى موسيماني لما طلعتوا بقى في الكواليس كان بيقول لكم ايه وبيشجعكم؟ لا هو طبعا مستر موسيماني يعني هو اكيد مدرب فكره عالي جدا، يعني الفتره اللي احنا قعدناها معاها في الدرجه الاولى الفتره دي كانت فتره تفرق معانا جدا، عرفنا تحركات مختلفه، فكر مختلف، ازاي تبقى لعيب بروفيشنال، فدي كلها حاجات تفرق يعني. تمام. اخيرا يا شباب محمد قول لي طموحك ايه بقى مع النادي الاهلي؟ انا طموحي طبعا مع النادي الاهلي ان انا امثل الفريق الاول في اقرب وقت في المباراه الرسميه، وباذن الله العشرة دي ان شاء الله تكون من نصيبنا يعني بطوله افريقيا ان شاء الله. ما شاء الله دلوقتي كمان يعني انت كنت السنه اللي فاتت مريت بظروف صعبه بعد الاصابه القويه كانت في مباراه الاهلي وبيراميدز، والحمد لله يعني عدت بعدها بقوه كمان. الحمد لله. الحمد لله. وبالمناسبه دي كمان احب اشكر طبعا كان كابتن فتحي مبروك وكان كابتن هشام حنفي كان كان هو رئيس قطاع الناشئين في فتره الاصابه دي ما تاخروش عليا باي حاجه بصراحه وفريق كل حاجه، وطبعا كابتن اكرامي ده اللي بعتبره يعني زي والدي بالظبط، احب اشكره طبعا من خلال حضرتك يعني. النادي الاهلي دايما ما بيتاخرش على ده الطبيعي يعني حاجة. ده الطبيعي على النادي الاهلي مش حاجه جديده يعني. عاصم قول لي طموحك مع النادي الاهلي؟ يعني نفسي ان انا امثل النادي الاهلي قريب جدا، يعني اجرب احساس ان انا الحارس الاول للفريق وان انا الجمهور يشيد بيا وان انا اخد بطوله واشيل النادي الاهلي يعني انا احساسي مختلف عن اللعيبه نفسي احس الاحساس ده ان شاء الله، وبتمنى من ربنا انه يوفقني ان شاء الله يحقق اللي انا بتمناه ان شاء الله. هيوفقك وهتحس قريب بامر الله طول ما انت ملتزم في الملعب وخارج الملعب. احلى صدى ليك وانت قاعد كده بتفتكرها في مشوار الدوري انبي السنه دي؟ السنه دي طبعا ماتش انبي كان ماتش كذا صد مش صد واحده منها البنالتي صد ضرب الجزاء يعني المباراه دي كانت صعبه بالنسبه لكم وانت يعني كان ليك دور مهم في الاول ضربه الجزاء دي كانت نقطه تحول بالنسبه لنا صد ضرب الجزاء وقدرنا نكسب 2 بعد ما كنا خسرانين. كانت النتيجه كام وقت ما كانت 0-0 بقى وكان في علينا ضغط لان هم احنا كسبناهم الموسم اللي فات نتيجه كبيره والموسم اللي قبله فهم بقى مشحونين وانت عارف اهلي وانبي في الناشئين
هي دي المباراه دي؟ لا دي كانت في المرحله النهائيه. دي المرحله النهائيه. فكان الماتش كله من الاول كان في ضغط، حتى اول دقيقه في الماتش هم بعد ما سنطروا عملوا جمله وراحوا علينا انفراد، فانا شلتها. فدي ادتنا ثقه وعلتني قوي في الماتش. بعدها كان في بنالتي كان احمد اشرف اللي عمله. خلاص انت سامع كريم بقى. انا غلطان. الحمد لله ربنا وفقني. كان بيتكلم على ركله الجزاء عشان تفصل. وبعدها على طول بخمس دقايق هاني عمل بدال ثاني. ثاني؟ هاني عمره. دخل ما شاء الله، يعني الروح جميله ودايما البطولات بتيجي من الروح الحلوه. وكمان لما كنا بنذيع المباريات شوف اللمه بتاعتكم بعد المباراه، حتى لو في تعادل، حتى لما بيبقى في مكسب، اللمه دي هي دي دايما لمه النادي الاهلي، دايما اللي بتجيب البطولات. طه قول لي بقى يعني طموحاتك وامنياتك. نفسي امثل طبعا الفريق الاول. ان انا اخد معاه بطوله مع مش فريق ليا ايه، وبره مصر طبعا اي لعيب نفسه ان هو يحترف برده ويبقى حاجه زي محمد صلاح كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه ان شاء الله. يا كابتن علي معلول، قول يا كابتن اشرف طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ هو طموحاتي ان شاء الله ان انا اكمل مع الدرجه الاولى بصفه مستمره، وان شاء الله مرنت اشرف مع الفريق الاول. كابتن طول الفتره اللي فاتت كلها مع الفريق الاول. ان شاء الله يعني افضل مستمر معاهم، وفي اقرب فرصه اشارك معاهم ان شاء الله نتوج بالعشره باذن الله. وعايز اقول حاجه ثانيه يا كابتن. اتفضل. هو انا عايز اقول حاجه من خلال حضرتك، يعني ان انا حابب اشكر والدي ووالدتي واهلي عموما ان هم دايما مساندني وفي ظهري على طول، فانا حابب اشكرهم ان شاء الله ربنا يكرمني واقدر احقق لكم الحلم اللي انتم مستنيه ان شاء الله. ان شاء الله. مغربي، دايما البدايات في النادي الاهلي ما تتنسيش طبعا. بدايتك في النادي الاهلي؟ هو انا برضو يعني بدايه بالنسبه لي، انا طول عمري بلعب في النادي يعني حتى قبل ما ابقى موجود في القطاع كنت في اكاديميه النادي الاهلي. يعني انا بلعب في النادي بقالي 14 سنه. فيعني ما بالنسبه لي النادي صغير. كام سنه دخلت النادي الاهلي؟ دخلت وانا عندي 6 سنين. 6 سنين أكاديمية. ما شاء الله. ده انت قبل ما قطاع الناشئين؟ في الاكاديميه. بس فهو يعني طبعا النادي الاهلي بالنسبه لي هو حياتي، يعني هو زي عيلتي. هو يعني احنا بنلعب في نادي يعتبر من احسن النوادي اللي في العالم كبطولات. احنا الحمد لله النادي الاهلي متواج بطولات اكتر من نوادي تانية موجوده، فهو يعتبر يعني ما يقلش عن اي نادي تاني في العالم. فطبعا اي حد بيبقى طموحه انه على طول يكمل في نادي زي كده، فطبعا طموحي ان انا افضل في النادي الاهلي. اكسب معاه بطولات كتير واكسب بطولات كبيره واشارك في ان شاء الله كاس العالم للانديه. ده الحمد لله ان شاء الله يبقى ده نقدر نحققه طبعا. مين اللي بيعجبك في مساكين النادي الاهلي؟ انا بحب جدا كابتن ايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا، هو بالذات ان هو يعني قريب ان انا اشول وهو اشول وبنلعب مساكين وبرده بلعب باك ليفت ساعات، فهو يعني انا بيعجبني. يعني شبه شويه، تلاقي ايمن اشرف بيلعب مساك وبيلعب باك ليفت. نفس توظيف مغربي برده. خلي بالكم برده المثل الثاني انتوا بتقولوه، ايمن اشرف من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكان في استراحه النادي الاهلي، يعني واحد منكم طبعا، يعني مش بعيد عنكم من داخل. ودايما بيتكلم معانا كابتن، يعني احنا بيجي لكم دايما؟ لا، لما كنا موجودين في الفريق الاول دايما بيتكلم معانا، دايما بيتكلم معانا وبينقل لنا الخبرات بتاعته. مين اكتر لعيب لما كنتوا بتطلعوا كده اكيد بتبقوا متجمعين وقاعدين مع بعض، اكيد في واحد من الفريق الاول بيجي لكم دايما يشجعكم وياخد بايديكم ويوجهكم؟ كهربا. مين تاني؟ ايمن اشرف. سعد. انا بالنسبه لي اللعيبه كلها بصراحه، يعني اي ناشئ بيطلع كلهم بيحتضنوه وبيدخلوه. هو طبعا بيبقى هو زي ما احمد بيقول بيبقى كله بس كله. يعني بيبقى برده مثلا كهربا، مثلا انا دخلت سكور ماتش كان في ماتش فكان دايما كهربا معايا. دخلت مباراه ايه قول لي؟ انبي اللي كسبناها الدوري. ايوه اللي السنه اللي فاتت. لما كابتن مروان محسن جاب جونين. كويس تمام. قول لنا اشرف بقى دور الاب والام والاسره، النهارده برضو طالب في مدرسه او في جامعه، ازاي بتوفق بين الحاجات دي كلها وانت في الكوره وانت في الدراسه؟ دور الاب والام والاسره. لا طبعا دورهم كبير جدا، يعني هم بالنسبه لي هم اهم حاجه في حياتي يعني. واغلى حد ليا طبعا. انا يعني حابب طبعا اشكرهم على كل المجهود اللي بيعملوه معايا وكل حاجه بيقدموها لي، الحمد لله مش مخليني محتاج حاجه يعني. فحابب اشكرهم طبعا من خلال حضرتك، وان شاء الله اقدر يعني اكون زي ما هم نفسهم يشوفوني يعني باذن الله.
قول لي بقى عاصم معتز اينو شوط عليك في التمرين بطلش صراحه على طول بيعمل ايه قول لنا لا تحدي بقى كل يوم تعالى العبك على العصير وبكسبه ما بجيبش عصير في الاخر برضه طبعا بخصوص دور الاب والام انا يعني يمكن اكتر شخصين تابعوا معايا في حياتي والدي ووالدتي والدي بالناحيه النفسيه طبعا يعني لعيب الكوره لعيب نفسيه نفسيته مظبوطه يتفرج على لعيب كوره فوالدي بيتكلم معايا كتير جدا كل يوم يعني حتى انا لما بمر بظروف نفسيتي تعبانه شويه من المواقف موقف مثلا معين انا في ماتش كنت شايف نفسي ان انا ما كنتش موفق قوي هو والدك اللي بياخد ايدك بيتكلم معايا كتير جدا حتى بيشيل مني ووالدتي طبعا يعني انا احب اشكرها جدا وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم تعبت معايا كتير لان الموسم ده في اوله كنا بنتمرن اوقات التمرين بقى 6 الصبح الساعه 6 الصبح وكده فهي طبعا كانت كانت ما كانتش بتنام عشان تصحيني والله فاحب اشكرهم ان شاء الله عاصم تقدر تحالهم حلمهم وتكون حاجه ان شاء الله كبيره في الفريق الاول وكمان في منتخب مصر طه قول لي بقى يعني والدك ووالدتك دورهم كبير جدا يعني بالذات ان انا يعني والدي متغرب بره مصر فانا يعتبر دايما انا اللي ببقى موجود مع امي واخواتي فهم وقفوا معايا كتير جدا بالذات والدي ووالدتي يعني هم دايما حتى هم في اسكندريه انا قاعد هنا ساعات بقعد لوحدي ساعات بتجيلي فالمشوار برده بيبقى صعب وابويا بقالي كتير ما شفتهوش فطبعا تعب يعني كتير وبحب اشكرهم جدا هم بيوفروا لي كل حاجه انا محتاجها وبيحاولوا دايما يخلوني اوصل لقدام ودي يعني حاجه بالنسبه لي كبيره جدا. محمد والدك ووالدتك ودورهم المهم في حياتك؟ هو الصراحه كابتن من ساعه ما اتولدت وهم شايليني وهم مريحيني وهم يعني موفرين لي كل حاجه حتى كابتن انت عارف حضرتك ان انا من الشرقيه وكده فقعد هنا في استراحه الناشئين هنا في النادي حتى لما بتغرب يعني هم مش بشوفهم غير كل فين وفين فهم يعني الصراحه حابب اشكرهم وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر احقق لهم الحلم اللي مستنيين. مغربي انت اتكلمت عن والدك ودوره المهم في حياتك في الاصابه وقف ازاي جنبك قول لنا بقى واللعيبه كلها يعني هيدخلوا بعد شويه في الاحتفاليه الكبيره اللي عاملينها لكم دلوقتي يعني وهيكون في تغطيه تورته وخلي بالكم احنا النهارده مكلفين وعاملين تورته حاجه ايه خمس نجوم بيكم معانا قول لنا بقى مين اللعيبه اللي دمها خفيف في الفرقه اللعيبه اللي دمها في والله هو في كتير يعني في لعيبه كتير قوي دمها خفيف طبعا قول لنا اسماء اللعيبه بس يعني ممكن مثلا نقول كاسامي في محمد اشرف حارس المرمى وفي عمر حجاج طبعا ومحمد سلامه ده يعني ده اكتر واحد دمه خفيف محمد سلامه المهاجم الفيرود صح بس جوكر هو جوكر دلوقتي جوكر بيلعب صح بيلعب كل بس يعني احنا كفرقه الحمد لله احنا يعني دايما حتى الناس تلاحظ فرقه 2001 كلها قريبه من بعض كلنا بنهزر مع بعض ما تلاقيش مثلا اثنين صحاب واثنين لا بس الفرقه كلها الحمد لله كلنا مع بعض كويسين وده سر الحمد لله نجاح ان احنا بقالنا 4 سنين بناخد دوري الجمهوريه وبفرق نقط كبير فدي ميزه الفرقه عندنا الحمد لله وانا عاجبني كمان يعني روحكم حتى واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي وكمان روحكم لما كنا بنذيع المباريات هنا على شاشه قناه النادي الاهلي وبدات الناس تعرفكم من خلال اذاعه المباريات دي وبدات الناس تعرف محمد اشرف واحمد اشرف ومغربي وطه وعاصم وكل اللعيبه حتى اللي تم اعارتها بتمنى لكم التوفيق على المستوى الشخصي وقريب ان شاء الله نستضيفكم بقى وانتم نجوم في الفريق الاول انتم موجودين في منتخب مصر شرفتونا لكن هتكونوا موجودين معانا عشان في احتفاليه كبيره بس لما توصلوا وتنسوا الاشبال لا ماشي نروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل بقى الجهاز الفني الكابتن سيد غريب المدير الفني كابتن تامر الدسوقي مدرب حراس المرمى والدكتور محمد امام طبيب الفريق والكابتن محمد راشد اداري الفريق انتظرونا في احتفاليه كبيره ولكن بعد الفاصل زي ما بنقول عندنا في قطاع النشيب النادي الاهلي مواهب وعندنا لعيبه تلعب في الفريق الاول برضو عندنا كوادر فنيه كوادر اداريه كوادر طبيه كوادر لو خدت فرصه مع الفريق الاول زيها زي اللعيبه بالظبط هتقدر تثبت نفسها
اقرب مثل شفنا دلوقتي دكتور الفريق الاول دكتور احمد ابو عبله هو برضه نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بنشوف يعني مواهب كبيره ولكن لما بتاخد فرصه مع الفريق الاول برضه زيها زي اللعيبه. النهارده معايا نجوم، نجوم فعلا بتتعب بتشتغل بحب وباخلاص داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وخاصه كمان وهم من ابناء النادي الاهلي. برحب بالجهاز الفني يعني اصحاب الفوز واصحاب الفرحه الكبيره مع فريق 2001 اللي كمان بيعملوا بحب وباخلاص علشان يطلعوا مواهب للفريق الاول. نبتدي طبعا بمدرب حراس مرمى فريق 2001 كابتن تامر دسوقي، بنرحب بيك والف مليون مبروك. ازيك يا كابتن اسامه؟ مبسوط اني معاك والله يبارك فيك. مبروك البطوله على الجهاز وعلى اللعيبه وعلى مجلس الاداره وعلى قطاع الناشئين كله. الحمد لله بطوله غاليه وفرقه 2001 معودانا على كده. جيت لنا السنه اللي فاتت برضو مع 2001 واحتفلنا في قناه الاهلي. بالظبط بالظبط يا كابتن، وربنا ما يقطعها عاده. الحمد لله الحمد لله احنا من اول بطوله الجمهوريه ما اتعملت والحمد لله 2001 بيكسب البطوله سواء مع كابتن شرف او مع كابتن سراج او مع الكابتن سيد دلوقتي. كابتن محمد راشد المدير الاداري لفريق 2001 منورنا في قناه الاهلي والف مبروك. الله يبارك فيك كابتن اسامه، وطبعا ده فرح لينا كلنا وفرح للنادي الاهلي، واول بطوله كانت تخش النادي الاهلي السنه دي في قطاع الناشئين دي كانت فرحه بالنسبه لنا كبيره جدا. واحنا كنا موعدين بصراحه كابتن خالد بيه من اول ما بدانا الموسم ان احنا بنوعده ان شاء الله البطوله تكون من حظنا باذن الله، عشان احنا من ساعه ما اتعملت فعلا بطوله الجمهوريه واحنا ابطال الدوري ثلاث مواسم لبطوله الجمهوريه من ساعه ما اتعملت، فالحمد لله رب العالمين. دكتور محمد امام الف مبروك ومنورنا في قناه الاهلي. الله يبارك في حضرتك يا كابتن اسامه، ومنوره دايما قناه الاهلي بيتنا الكبير، والف مبروك على الجهاز الاداري وعلى الفريق ال 2001 كله لمجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الكوره. دي تاني بطوله ليا مع الفريق مبسوط جدا بيها، ويا رب دايما كده باذن الله عقبال السنه الجايه هنبقى دوري الشباب وباذن الله برضو ال 2001 هي اللي هتبقى البطل ان شاء الله. كابتن سيد، كابتن سيد غريبي المدير الفني العريس بقى، يعني بنقول لك مبروك على عوده مره اخرى لبيتك النادي الاهلي وكمان على تحقيق البطوله مع فريق 2001. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وازي حضرتك وصح حضرتك طيب، والف مبروك لمجلس اداره والجهاز كله كابتن خالد بيبو. احنا عملنا شغل كتير قوي السنه دي الحمد لله وتعبنا، وبقول مبروك لرجاله 2001 تعبوا. يعني احنا بدانا الموسم في شهر 8 اجتهدنا تعبنا الحمد لله، كان عندنا ثقه في ربنا وفي لعبتنا ان احنا ناخد البطوله. نبتدي بقى بالكابتن تامر دسوقي عشان ابتداء من اليمين كده. كابتن تامر، يعني علشان تقعد وتخطط لموسم علشان تنجح وتحقق فيه نجاح وتاخد بطوله لازم يبقى عندك مواعيد مباريات ثابته من بدايه الموسم. انتوا مش عارفين النهارده الدوري هيتلعب، كورونا، الدوري هيبتدي في شهر كام، ابتدى متاخر، ده اكيد بيأثر، لكن كان عندكم تحدي انكم تاخدوا البطوله. احكي لي عن الظروف الصعبه اللي قابلتكم في بدايه مشوار البطوله من البدايه. هو احنا الظروف بدات في بدايه الموسم لما خدنا لما كابتن خالد ومجلس الاداره خدوا قرار الدمج، فانت بقى عندك مجموعه لعيبه كبيره مطلوب منك انك تخلي منهم افضل عناصر. فالحمد لله يعني كان في بالنسبه لحراس المرمى كان في لجنه موجوده برئاسه كابتن اكرامي، واخترنا وقعدنا يعني حللنا كل الحراس اللي موجودين وادينا كل واحد حقه وفرصه واكتر من فرصه كمان لغايه ما استقرينا على الثلاثه اللي موجودين. احنا قلنا احنا مالناش دعوه بحاجه، احنا هنشتغل هنحط السياسه بتاعتنا والسيستم بتاعنا وهنشتغل عليه. الماتشات الجدول جانا وترتيب الماتشات موجود هنلعب عليه، الظروف حصل حاجه ثانيه دي مش في ايدينا. فالحمد لله احنا زي ما قال كابتن راشد كنا من اول الموسم احنا واخدين عهد ان احنا ان شاء الله باذن الله البطوله دي ما تطلعش من النادي الاهلي، لان هي من ساعه ما اتعملت موجوده في النادي الاهلي. المجلس الاداره وكابتن خالد قدموا كل الدعم للفرقه دي من اول المعسكر اللي اتعمل في اسماعيليه وكل الامكانيات اللي موجوده من ملابس لتغذيه، كل حاجه اتعملت للفرقه دي. كان فعلا اكتر فرقه يعني الناس حاسه بيها وحاسين ان هم اقرب ناس البطوله وحاسين ان هم لقيتوا دعم كبير يعني. جدا دعم كبير جدا. فزي ما قلت لحضرتك احنا واخدين قرار من الاول، احنا السيستم موجود هنمشي عليه، الدوري موجود اتلعب. كان دايما كابتن راشد يقول لنا احنا في اي لحظه ممكن يحصل اي حاجه فاحنا لازم نبقى احنا موجودين على راس الدوري بتاعنا. الحمد لله
بدايه الموسم كانت مع كابتن ياسر وانا بشكره لانه عمل مجهود كبير. كابتن ياسر ادوار مدرب كبير، فالحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحافظ على اللي احنا عايزينه. كابتن محمد، اكيد الاستعداد الاداري من بدايه الموسم بيكون استعداد مهم جدا، قيد اللاعبين في المنطقه وكمان التحضير لكل مباراه، الشق الاداري الشق يعني بيكون فيه اهتمام كبير جدا وفي شغل وتعب كبير. تمام. هو في الاول كنا عملنا لما عملنا دمج بين 2002 و2001 فعلا كان في مرحله صعبه جدا، اللي احنا عندنا 29 لاعب من 2001 و33 لاعب من 2002 ومحتاجين نوصل لتشكيل ما يعني القايمه كانت 25 لاعب فقط. وفعلا ده اللي كان الطموح اللي احنا كنا شغالين عليه، وصلنا العدد ده 23 لاعب ايدناهم الفتره دي. كل لعيب من اللعيبه من 2002 و2001 ليهم ملف، طلعنا كل الملفات طبعا. طبعا كان في راي فني طبعا وكان في لجنه فنيه عشان ندمج الفرقتين مع بعض. عشان ندمج الفرقتين، وغير كده بعد ما تم دمج الفرقتين طبعا تم تركيد اللعيبه اللي هم كانوا 23 لاعب من قائمه 25. طبعا من ضمن 23 طبعا في اثنين طلعوا اعراض، طبعا عربي بدر ربنا يوفقه وشادي رضوان، وفي اثنين الحمد لله درجه اولى دلوقتي حمزه علاء واحمد نبيل كوكا. وقابلنا طبعا ظروف صعبه خلال الموسم، ان في لعيبه طبعا اصابت، في محمد خالد جاله صليبي من بدايه الموسم، في بدانا الدوري وفي ست لعيبه في المنتخب مصر ما كانوش معانا. يعني احنا كان التشكيل ما كانش بيوصل ل 13 واحد، وكان معظم اللعيبه كله مش موجود. كنا 13 واحد بالظبط 2001 والباقي كله من 2003. بس برده كابتن خالد كان بيحفزنا، كابتن خالد بيبو، لازم البطوله، لازم نطلع لعيبه درجه اولى، وفي وسط اللي احنا التحدي ده لازم ناخد البطوله برده رجاله، عشان احنا الحمد لله رب العالمين من يوم ما انا اشتغلت مع الفريق. من لو حضرتك لو فاكره كابتن اسامه، من 2017 2018 كنت مع حضرتك في اول بطوله الجمهوريه مع حضرتك كده، ودي الحمد لله رب العالمين ثلاث بطولات جمهوريه. ما شاء الله كمان عامل شغل كويس، وانا استعرض لك دلوقتي الجداول وترتيب الفرق والشغل بتاعك اللي انت محضره على مدار الموسم. ربنا يخليك. زي ما احنا بنتكلم على الملف الاداري، برده لا يقل اهميه الملف الطبي، خاصه دلوقتي علشان تعد ناشئ للفريق الاول ويكون حاجه للمستقبل، لازم تهتم بيه طبيا. النادي الاهلي دايما بيتبع دكتور محمد الاساليب العلميه، في قياسات قبل الموسم، قياسات بعد الموسم. كلمنا عن توفير الامكانيات الطبيه كمان للاعبي الناشئين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هو احنا الامكانيات الحمد لله متوفره من بدري، اداره النادي كابتن خالد موفر لنا كل حاجه السنه دي. الموسم ده كان موسم استثنائي بسبب موضوع الكورونا، احنا بادئين الموسم في معدل الحالات كان عالي، وان احنا كان مهمتنا ان احنا نحافظ على اللعيبه لغايه اخر السنه، ان احنا ما نتعرضش ان يبقى عندنا اصابات منها في القصه دي. الحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا ننجح في مهمتنا بشكل كبير، عدينا الموسم على خير. بدانا الموسم زي كل سنه ان احنا عاملين نظام تسجيل للاعبين، عندنا لكل لعيب ملف طبي في النادي حاليا. بنعمله من اول ما دخل النادي. الاصابات القديمه بتاعته، سواء لو جينا من النادي بره او لو ما موجود عندنا من البدايه، اي اصابه لا قدر الله بتحصل له، الوزن، الطول، التكوين الجسماني بتاعه، القياسات العضليه بتاعته، قياسات الرئه والسعه الحيويه بتاعته، رسم القلب زي الدرجه الاولى بالظبط. احنا السيستم ده احنا ماشيين عليه، كل الامكانيات موجوده، موفرها لنا النادي الاهلي، سواء بالاجهزه سواء بالامكانيات، سواء برئيس اللجنه الطبيه دكتور اسامه مصطفى معانا كل يوم في القصه دي. الحمد لله عملنا شغلنا السنه دي وكنا موفقين فيه الى حد كبير. الموسم كان معدل الاصابات فيه كان بادئ بدري شويه في الاصابات، اللي هي الصليبي اللي كانوا بداوا الحالتين اللي حصلوا صليبي معانا في الاول، ده يعني الحمد لله رب العالمين هم في المرحله الاخيره في التاهيل حاليا وجاهزين بعد كده للمشاركه. بقيه الاصابات اللي هي الاصابات المعتاده الحمد لله في موضوع الكورونا احنا الدنيا كانت كويسه جدا عندنا، برضو عندنا اجراءات احترازيه في قطاع الناشئين وفي وعي الاولاد كان يوميا بيتقاس درجه الحراره لكل لعيب، ادوات الوقايه موجوده قبل وبعد التمرين، بنتابع العلامات الحيويه يوميا للفريق كله، اي لعيب كان بيظهر عليه اي حاجه احنا كنا بنتعامل معاه بمنتهى الحرص من البدايه. والحمد لله رب العالمين عندنا الموسم على خير وخدنا البطوله. تمام. كابتن سيد، نتكلم معاك فني. فني بقى بطوله قويه، بطوله 2001، بطوله جمهوريه، بطوله شكلها عامله زي الدوري الممتاز، لكن السنه دي اختلفت شويه لما عملوا مجموعتين، لكن المباريات تظل قويه زي مباريات الدوري الممتاز. ما شاء الله النادي الاهلي في التصفيات النهائيه دلوقتي، وانا بقرا المباريات النهائيه، النادي الاهلي ما فيش غير خساره مباراه وحيده امام سيراميكا كليوباترا، وكل المباريات فوز على بيراميدز، على الاتحاد السكندري، على الاسماعيلي، على انبي، طلائع الجيش، الجونه، وتعادل في المباراه الاخيره مع المقاولين اللي حسمتوا فيها بطوله الدوري. كلمنا بقى عن المنافسه في البطوله وقوه بطوله 2001. بص يا كابتن، هو فرقه 2001 البطوله دي اقوى بطوله اتعملت السنه دي. انا بقول على الفرقه اللي احنا لعبناها كلها معاهم مدربين كويسين، معاهم
معاهم مدربين كويسين. احنا اشتغلنا كويس قوي السنه دي، اشتغلنا بسيستم معين، اشتغلنا على اللعيبه، حللنا كل لعيب، حللنا الفئه اللي قدامنا، الاداء الفئه اللي قدامنا، وكنا بنجتمع مع اللعيبه قبل الماتش بنحلل، عملنا ربط بيننا وبين الدرجه الاولى. يعني بس انا بس عايز اقف عند نقطه قلتها، انت النهارده بتشتغل على الفرق الثانيه برضو، عندك تحليل اداء، بتحلل الفريق اللي انت هتقابله سواء بيراميدز او المقاولين او نفس شغل الفريق الاول والدرجه الاولى. بص يا كابتن، احنا الحمد لله، يعني الحمد لله الكابتن تامر موجود، احنا كنا بنجيب الفرقه الثانيه قبلها بيومين ثلاثه بنحللها، بنجيب الفيديو ونقعد اللعيبه معاهم بنتكلم عليهم كويس قوي، بنشوف نقط الضعف اللي فيهم ايه ونقط القوه اللي فيهم ايه، واشتغلنا عليهم. اللعيبه حسوا ان هم بيتمرنوا مع مدرب في الدرجه الاولى السنه دي، لما طلع الدرجه الاولى عندنا 5 6 طلعوا شافوا نفس الشغل، الشغل بتاع الدرجه الاولى بيجيب الفرقه الثانيه بيحللها، غير بقى تحليل الاداء بتاعنا احنا. احنا بنشتغل على التمرين، بنشوف التمرين احنا بتاعنا ايه اللي اتعمل فيه، بنشوف يوم الماتش ايه اللي اتعمل وايه اللي ما اتعملش، فبنحاول نعمله، فحتى الحاجات السلبيه اللي عندنا بنحاول نصلحها. اكيد احنا كنا شغالين على الفرق الثانيه كويس قوي، الحمد لله احنا اشتغلنا على كل الفرق، كل فرقه كان بيجي لنا الفيديوهات بتاعتها بالمنتوشه بتاعتها اللي قبلينا واللي بعدينا، فكنا بنحلل نقط الضعف، السلبيات بتاعتهم، الايجابيات بتاعتهم، كنا شغالين كمان على الحاجات الثابته اللي هم بيعملوها، الحاجات الثابته اللي هم ممكن يجي فيهم منهم اجوان، والحاجات الثابته اللي هم بيعملوها كويسه ايجابيه. فكان كل الفرق لما كنا احنا بنشتغل معاهم خلاص حاسين ان احنا كتاب مفتوح ليهم، اي حاجه بيعملوها احنا شغالين عليها، اي حاجه فيها نقطه ضعف احنا شغالين عليها. وفي كمان محاضره بتاعت نادي الاسماعيلي كمان انت ممكن تشوفها. طيب معانا اكيد معروضه، بس عايز دلوقتي اشوف قبل ما اروح للمحاضره دي وهي معانا، عايز اشوف جدول الترتيب، جدول الترتيب في التصفيات النهائيه هيعرضوه معانا دلوقتي علشان نشوف جدول ترتيب المسابقه بعد فوز النادي الاهلي، والنادي الاهلي تصدر زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي. النادي الاهلي لعب 8 مباريات في التصفيات النهائيه، فاز في 6، تعادل في مباراه، هزيمه في مباراه واحده كانت امام سيراميكا كليوباترا. النادي الاهلي ليه 14 هدف وعليه 5 اهداف، المركز الاول برصيد 19 نقطه، سيراميكا في المركز الثاني برصيد 18 نقطه. ده وان دل ان كانت بطوله قويه والمنافسه فيها شرسه للحظات الاخيره. انبي في المركز الثالث برصيد 17 نقطه، المقاولين في المركز الرابع رصيد 10 نقاط، الجونه في الخامس 10 نقاط، طلائع الجيش السادس 9 نقاط، الاتحاد السكندري السابع 9 نقاط، بيراميدز في المركز الثامن 6 نقاط، والاسماعيلي في المركز الاخير، ولكن المركز الاخير في التصفيات النهائيه 9، في المركز التاسع برصيد نقطة وحيدة. الزمالك كان فين في التصفيات؟ الزمالك ما صعدش، ما صعدش في التصفيات النهائية. بص يا كابتن أسامة، مع احترامي لكل الفرق اللي هم لعبوا قصادنا دولت، طب خلينا بس نشوف ده ترتيب تصفيات بطولة الدوري الجمهورية. دي تصفيات الأولى كان مع مجموعة الأهلي والجونة وإنبي وسموحة والإنتاج وغزل المحلة، والنادي الاهلي برضو كان متصدر فيها 22. ده شغل كابتن محمد راشد، شغل كابتن راشد عامل شغل هايل من بدايه الموسم، وبرضو النادي الاهلي متصدر. كابتن سيد، المباراه الاصعب واحنا شايفين جدول المسابقه والنقاط قريبه، المباراه الصعبه اللي انت قعدت كنت بتحضر فيها وتذاكر فيها وكنت قلقان منها شويه، ويعني كنت بتحفظ فيها لعيبه كتير. بص يا كابتن اسامه، انا ما عنديش ماتش صعب وماتش سهل، احنا بنحضر كويس قوي وبندي لكل فرقه حقها، وبعد الماتش نقول الماتش كان صعب ولا الماتش كان سهل. لكن هو في ماتش او ماتشين هم يعني حطونا على الطريق السليم، الماتش الاسماعيلي هناك وماتش الجيش، يعني الفرقتين دولت فرقتين محترمين. ماتش الاسماعيلي كنا طالعين من هزيمه، فكنا لازم ان احنا مكسب، اللعيبه عندنا كان عندها ثقه جامده قوي وثقه في ربنا، ضيعنا كتير الشوط الاولاني، حتى في المحاضره كلمناهم قلنا يعني احنا ممكن نجيب جون من الحته ديت، اشتغلنا عليها في الماتش لغايه اخر دقيقه، احنا كان عندنا اصرار ان احنا نكسب. ماتش الجيش ملعب نجيله صناعي، فرقه كويسه، كان خلاص داخل على النهائي، كان فاضل ماتشين، فالماتش ده هيخلينا في حته ثانيه. الحمد لله عملناهم كويسين قوي وادينا كويس، بس احنا بنقول احنا في حته ثانيه يا كابتن اسامه، احنا بنلعب كوره ثانيه، اللي في مصر كلها ما فيش فرقه بتلعب زينا، لينا سيستم معين شغالين عليه، دي حقيقه، يعني انا مش بقولها كده عشان احنا اخذنا البطوله، لا بجد، يعني حتى الماتش اللي احنا اتغلبناه احنا كنا احسن من الفرقه الثانيه. يعني انت لما تشوف كل الفرقه يا كابتن، احنا شغالين على شغل اوروبا بجد. معانا مستر ماركل شغال كويس معانا، ده حقه، لازم اديله حقه.
احنا يعني بنعمل كوره زي الدرجه الاولى كده، احنا في حته وباقي الفرقه الثانيه في حته ثانيه. وانتوا جهاز فني كمان محترم ما شاء الله، باين كمان من الشغل ومن النظام اللي كمان بيظهر على مدار الموسم. كابتن محمد هنستعرض مع حضرتك دلوقتي الجواب اللي جالكم من اتحاد الكوره اللي فيه تتويج يعني فريق 2001 بالنادي الاهلي ببطوله الدوري، علشان يعني السنه دي اتحاد الكوره ما عملش احتفاليه زي قبل كده عشان الكورونا، لكن اكتفى ببطوله ان الفريق الفاز بيبعت له يعني جواب التتويج ده. الجواب اللي ظهر معانا من المدير التنفيذي، ده عنايه المدير التنفيذي للنادي بطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2001 للاتحاد المصري لكره القدم، وده نفيد سيادتكم بان فريق مواليد 2001 قد حصل على المركز الاول في بطوله الجمهوريه للشباب وفوز ببطوله الجمهوريه لمواليد هذا السن موسم 2020 2021. احنا لما بنخلص البطوله لازم ناخد حاجه تثبت من اتحاد الكوره، عشان طبعا حضرتك عارف يا كابتن اسامه عشان بنشتغل بعد كده في كمكافئات اللعيبه وكحوافز اللعيبه، لازم تبقى حاجه اثبات رسمي من اتحاد الكوره عشان نقدمه عندنا للحسابات. فبعد ما خلصنا البطوله بصراحه عملنا جواب من عندنا ارسلنا بيه اتحاد الكوره، بعد كده اتحاد الكوره رد علينا فاكس للنادي بحصولنا على البطوله الحمد لله رب العالمين. كابتن تامر ما شاء الله عندك ثلاث حراس مميزين، حمزه علاء حتى لو مع الفريق الاول، لكن عندك عاصم وعندك محمد اشرف برضه صح؟ الحمد لله الحمد لله. انا 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 يعني حتى من اول الموسم انا بقول انا محظوظ، او اي مدرب حراس مرمى يشتغل مع ثلاث حراس بالمستوى ده هو مدرب محظوظ. عندك حارس المفروض ان هو يعني هنقول رقم واحد بالنسبه ان هو مع الدرجه الاولى، ما لعبش معانا حمزه لعب معانا ماتشين، يعني عاصم هو اللي قام بالبطوله. عاصم عاصم ومحمد اشرف كوت عاصم لعب النسبه الاكبر طبعا. فالحمد لله كان عندي ثقه كبيره جدا فيهم، وهم كانوا قد الثقه دي، كان ليهم بصمه ودور كبير في مع الفرقه في تتويج البطوله. ثلاث حراس من احسن حراس المرمى في سنهم، حمزه ما شاء الله دلوقتي هو مع يعني مع الفريق الاول حاليا في جنوب افريقيا، هو مسافر ثالث مع شناوي وعلي لطفي. فالحمد لله الثلاثه ما شاء الله اي حد فيهم يلعب، اي حد فيهم. كنت سعيد وانت بتشوف حمزه علاء طبعا وهو صغير اشتغل معاك، ويعني او انت مرنته وهو صغير، ولما بتشوف الفريق الاول بتحس التعب اللي انا تعبته خلال سنين في لعيب فريق الاول تبقى سعيد؟ والله يا كابتن اسامه بص دايما الاولاد الصغيرين انت بتشوف ثمره نجاحك بعينك، يعني حمزه دخل النادي وعنده 9 سنين 10 سنين. انا فاكر اليوم ده كنت جايبه من الاختبارات وكان بيلعب هاندبول وبعد ما اخترناه في الاختبارات يعني حتى بساله على الموقف ده ما جاش، قعد اسبوعين ثلاثه ما يجيش فبعد كده والدته قابلتني فبتقول لي كابتن معلش اصل هو كان مسافر عنده بطوله في الهاندبول. قلت لها لا احنا مفيش هنا الكلام ده، يلعب كوره يلعب هاند بول. بس هو الولد من صغره ما شاء الله موهوب وشخصيه كويسه. الاهم ان هو حاطط هدف لنفسه وعايز يحققه، ومش حمزه بس، اي حد من الثلاث حراس سواء عاصم او سواء محمد اشرف، لان الثلاثه طلعوا درجه اولى، الثلاثه راحوا منتخب مصر، حمزه فرصته كانت افضل شويه منهم، التانيين لسه فرصه قدامهم. لكن الخامات ما شاء الله مبشره بقى ما شاء الله. يعني بص يا كابتن، يمكن كابتن سيد لما كان مثلا يجي يسالني هنلاعب مين، او هو يعني كابتن سيد طبعا انا وهو عشره عمر، احنا كنا بنلعب مع بعض سن واحد في النادي الاهلي، فكان دايما مديني حق ان انا اقول له حارس المرمى، فلما كنت بقول له انت هتلاعب مين يقول لي دي بتاعتك، هتلاعب عاصم خلاص انا معاك، هتلاعب كوتو ده مش هيقول كده يا كابتن اسامه الا لما يكون هو كمان عنده ثقه فيه. فالحمد لله الثقه كانت موجوده، الحمد لله كان ليهم بصمه، ببارك لهم على البطوله وبقول لهم انتوا لسه قدامكم كتير. اي حارس منهم يقدر يشق طريقه بمنتهى السهوله لو هو عاوز ولو عنده اصرار وعزيمه. مره ثانيه ببارك لهم على البطوله وبقول لهم انا مستني منكم كتير ان شاء الله. دكتور يعني مش هكلمك بقى في ناحيه طبيه، لكن انا عرفت انك انت يعني عاشق للاهلي على طول، في مدرجات الاهلي في المباريات دايما متابع للفريق الاول بالنادي الاهلي. دي حقيقه. يعني هقول لحضرتك انا بشجع الاهلي من يوم ماتش جوهانسبرج كاس السوبر. مصر كلها الجيل بتاعي كله طلع نص بيشجع الزمالك، انا كنت بعشق الاهلي من صغري من الماتش ده. قول لنا بقى الماتشات اللي كنت بتروح ورا الاهلي فيها وتتفرج، ايه الماتش اللي
ويمكن يعني اكتر ماتش ما نساهوش طبعا كان نفسي اروحه للاسف ما حصلش، كان ماتش رادس 2006 ماتش كاس مصر المره ده كان في تونس، اللي كان في تونس انا كان نفسي اسافر الماتش، كان نفسي اسافر الماتش ده جدا بس ما كان امتحانات الكليه بقى وقتها كنت لسه في الكليه. ماتش نهائي كاس 2007 4-3 برضو ما وفقتش ان انا اجيب تذكره في الماتش ده وان انا اروح. ماتش الاهلي ماتش القمه 2011 2-2 مستر لما كان مستر مانويل ماسكنا الماتش اللي ادانا يعني نسبه كبيره ان احنا وحسمنا الدوري. الماتش ده انا ما كنتش لاقي مكان في المدرج اقعد فيه، انا كنت فوق الساعه بتاعت النادي لما تلاقي واحد يعني دكتور كمان يعني منغمس قوي في الماتشات انت حتى كابتن اسامه انت طلعت دي على الدكتور لما يعني في احتفال لما خدنا البطوله هو بيحتفل مش 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 دكتور الفرقه هو بيحتفل كانه مشجع النادي الاهلي هو بيحب النادي الاهلي بس يا كابتن هو النادي الاهلي ده يعني هقول ايه هو يعني هو فعلا الفرحه الوحيده اللي بتفرحنا دايما في اي حاجه هو مصدر الفرحه هو مصدر الالهام هو مصدر الفخر لينا وهو الدافع دايما ان احنا نبقى رقم واحد في اي حاجه في مجالي سواء في شغلي في دراستي في اي حاجه زي ما انت في النادي الاهلي بتشجع رقم واحد فانت لازم دايما تبقى في المقدمه رقم واحد. قولينا كده في الماتشات وانت اللعيبه يعني وانت قاعد بره او نصائحك الطبيه للعيبه اللي بتقولها دايما للعيبه قبل المباريات يكونوا ملتزمين بيها شرب السوائل شرب الحاجات الوعي اللي بيكون قبل المباريات. احنا دايما بنبتدي يوم الماتش ده بدري شويه يعني احنا لو بنلعب مثلا الساعه 3 احنا بنبقى من الساعه 10 موجودين في النادي. وجبه الغداء بتاعه اللعيبه احنا بنحددها يوم الماتش لو هنلعب بدري ساعه متاخر ساعه. الوجبه اللي بعد الماتش دايما برضو بنبقى احنا محددينها كل لعيب الوجبه المناسبه ليه. قبل الماتش احنا بنبتدي نحط خطه السوائل بعد الغداء قبل الماتش بساعه واحنا نازلين بنسخن المشروبات التعويضيه اللي احنا بنجهزها. كل الكلام ده بيتم التحضير ليه قبل المباراه وقبل المباراه بين الشوطين احنا بنبقى مجهزين المشروبات التعويضيه عشان خاطر معدل فقد السوائل نبقى احنا ظابطينه ما ياثرش على اللعيبه عندنا. الحمد لله ما فيش اصابات عضليه عندنا تكاد تكون لا تذكر السنه دي اقل من المعدل الطبيعي اللي هو المفروض بيحصل في اي نادي الحمد لله. بعد الماتش مباشره احنا بنبقى حاطين خطه الاستشفاء سواء في الاكل ده اول حاجه المغطس الثلج والتدليك السوائل التعويضيه اللي بعد الماتش دايما بننبه على اللعيبه ان احنا مثلا قبل الماتش بيومين ثلاثه نوعيات الاكل اللي هنبتدي نزودها هننام امتى هنصحى امتى. الفرقه طبعا من كتر ما انا اشتغلت معاهم انا شغال معاهم ده ثالث موسم فقريبين شويه من بعض يعني ان احنا خلاص لو في اي حاجه هم بيبلغوني قبلها بدري مثلا لو حد عايز يسالني عن حاجه قبل الماتش بتاع بيكلمني وبنحددها مع بعض عايز ينزل كام كيلو في ايه نوعيه الاكل المناسبه ليه ايه نوعيه الفيتامينز اللي محتاجين ياخدها. والحمد لله رب العالمين كنا ناجحين في ده بشكل كبير. كويس كابتن سيد في بدايه الموسم كنت مع 2006 ما شاء الله محقق نتائج رائعه ماشي معاهم يعني مكسر الدنيا. كابتن سيد احتاجوه في فريق 2001 بعد رحيل الكابتن ياسر رضوان برضو اللي كان ليه بصمه كبيره ما خفتش من التغيير ده خاصه انت النهارده من اللعيبه 2006 وانت حفظتهم ل 2001 ولا كنت قريب برضو اللعيبه كلها قريبه من بعض في القطاع فالامور بالنسبه لك فيها سهوله. اول حاجه كابتن انا بارك لفريق 2006 على البطوله لازم برضو بالبطوله هيكونوا معانا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اول تاني حاجه انا جيت مكان الكابتن ياسر مدرب كبير واشتغل شغل كويس معاهم فانا ما خفتش من حاجه انا عندي ثقه في نفسي كويسه وعندي شغل كويس وسيستم بتاعنا سيستم واحد. قعدت مع كابتن خالد وقال لي قلت له انا تحت امرك وتحت امر النادي الاهلي اشتغل في اي حته اشتغلت وخدت الريسك دوت والحمد لله انا كنت قد المسؤوليه والحمد لله حققنا البطوله كويسه الحمد لله اشتغلنا على هدفين كويس قوي خدنا البطوله وطلعنا لعيبه درجه اولى دلوقتي عندنا بتاع 6-7 بيتمرنوا في الدرجه الاولى فدي حاجه كويسه لينا وللجهاز. تبقى سعيد يا كابتن سيد لما بتشوف لعيب عندك في الفريق الاول ليك بصمه عليه واشتغل معاك في الناشئين. كابتن الحمد لله يعني انا معظم اللعيبه بتوع الدرجه الاولى دلوقتي انا اشتغلت معاهم من اول عمر ربيع لغايه كل الاسماء اللي انت طلعتها يعني انا اشتغلت مع رامي ومع ناصر ماهر ومع كريم نيدفيد ومع بيكم واشتغلت مع محمد هاني اشتغلت مع الجيل حمزه واشتغلت مع محمد نبيل كوكا يعني الحمد لله انا يعني معظم اللعيبه دلوقتي انا اشتغلت معاهم ما عدا واحد بس اللي هو سعد سمير. بص ما اشتغلتش مع سعد سمير فكنت نفسي الحقه يعني فلا الحمد لله عملنا شغل كويس والحمد لله وبشكر كل الناس وبشكر الكابتن اينو هو ما جاش معانا النهارده بس عنده ظروف. كابتن اينو كابتن اينو مدرب كبير وان شاء الله هيبقى حاجه كويسه قوي في الكوره مركز قوي في شغله ليه بصمه في الفرقه طبعا لازم اقول ادي له حقه
كابتن اينو مطيع جدا، يعني حاجه جميله يعني في وسط اللعيبه وفي وسط الجهاز. يعني فرق ان هو برضو يعني قريب في السن شويه من اللعيبه، لا هو بطل قريب. اينو كابتن هو شخصيه جميله، يعني انسان ابيض، مش عاجبني الروح. وهو مش موجود معاكم برضو تديله حقه؟ لا لا بامانه، هو روح دي دايما بيجيب البطولات بامانه. هو ليه دور كبير يعني. اولا اللعيبه بتحبه جدا، هو زي ما انت قلت هو قريب منهم، وانت عارف طبعا اكتر واحد فينا عارف كابتن اينو مرح ودمه خفيف لكن هو فعلا برضو انسان نظيف ومدرب كويس، وليه كان ليه دور كبير مع كابتن سيد، وكان ليه دور كبير مع كابتن اينو، وكان ليه دور كبير لما مسك هو الفرقه لوحده، لان كابتن اينو مسك الفرقه في 3-4 ماتشات والحمد لله ماشي بيهم كويس، وكمل مسيره كابتن ياسر، وصعدنا زي ما حضرتك عرضت الجدول المرحله الاولى، صعدنا اول كان كابتن اينو هو اللي كمل. زي ما حضرتك شايف احنا يعني الجهاز كله يعني فعلا اللي هو المعنى بتاع على قلب رجل واحد. احنا تربينا على كده يا كابتن اسامه في النادي الاهلي، وانت اكتر واحد عارف يعني. بس خلي بالكوا حاجه ثانيه، احنا ما عندناش كمان النهارده علشان هو في اجازه في شرم الشيخ، فشكله خد المكافاه. احنا كمان يا كابتن ما فيش فرق بيننا بين مساعد ومدير فني ومدرب حراس مرمى، لا ده ما فيش حاجه دي. انا بقول بس الكابتن تامر، انا نفسي تامر عنده حلم وان شاء الله ممكن يتحقق كده في السنين اللي جايه. تامر كان نفسه ان هو يطلع مدير فني، هو اشتغلها السنه دي. اشتغلها نفسك كده اخر ماتش في الدوري كابتن سيد مش كان موقوف، وكابتن اينو كان تعبان، فمفيش الا انا، فانا كنت مدير الفني بتاع ماتش البطوله ده، ماتش البطوله. لا هو تامر شاطئ قوي وبيتكلم كلام كويس قوي جوه الملعب، وفي حاجه تانية ميزه، الميزه بتاعته ان هو عاوز يسمع، حتى بيجي يكلمني بيقول لي طب اشوف الملعب ازاي قبل الماتش، طب انا اتكلم ازاي، انا اعمل ازاي، طب انت تقف ازاي، تكلم اللعيبه ازاي. لا تامر حاجه جميله، وتامر وش السعد عليا يعني، تامر عيش طعم، ودي 10 بطوله جوه النادي انا وتامر كنا شغالين مع بعض الحمد لله. انتوا كلكم شخصيات محترمه وشخصيات جميله، وكمان مدربين كبار جدا، وان شاء الله نشوفكم كمان ان شاء الله في الفريق الاول قريب، وليكم بصمه كبيره جدا ما شاء الله ظاهره في اللعيبه اللي بتطلع للفريق الاول. بشكركم شكرا جزيلا، هتفضلوا معانا علشان ان شاء الله في احتفاليه كبيره في نهايه الحلقه بتاعتنا، وهنروح دلوقتي علشان نستقبل مجموعه من اللاعبين هنستقبلهم بعد حضرتك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل مجموعه من ابطالنا ابطال فريق 2001. بنرحب بابطالنا ابطال فريق 2001، معانا مجموعه اخرى من اللاعبين برضو اصحاب الانجاز واصحاب الفرح. هنرحب في البدايه باللاعب جلال احمد، منورنا ومشرفنا على قناه الاهلي، والف مبروك. منورك والله يا كابتن، انا مبسوط ان انا النهارده مع حضرتك يا كابتن. تاني لاعب معانا اللاعب محمد سلامه، الف مبروك ومنورنا على قناه الاهلي يا محمد. الحمد لله يبارك فيك يا كابتن، ده شرف لنا ان احنا مع حضرتك يا كابتن اسامه. عمر حجاج كابتن، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، بنتشرف بوجودنا النهارده، وان شاء الله كل سنه هناخد الدوري ونيجي ان شاء الله. ان شاء الله. محمد ياسر الف مبروك ومنور قناه الاهلي. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وانا مبسوط اني قاعد مع حضرتك دلوقتي. محمد ياسر نبتدي بيك. محمد ياسر ما شاء الله من المهاجمين المميزين، السنه اللي فاتت لما كنا بنذيع ماتشات على قناه الاهلي كنت دايما بتسجل ودايما بتظهر بصوره كويسه، وكمان السنه دي ما شاء الله يعني برغم الاصابه في التصفيات النهائيه لعبت 5 مباريات واحرزت فيهم 3 اهداف مؤثرين. الحمد لله كل ده بفضل ربنا ثم فضل مجهودي وفضل الكباتن اللي كانوا ماسكيننا. كابتن احمد سراج السنه اللي فاتت عمل معانا موسم كويس يعني، والكابتن ياسر رضوان الموسم دوت قدروا انه يعمل توليفه بيننا وبين 2002، والحمد لله كسبنا الدوري الحمد لله. قول لي يا انت جيت الاول السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها من شربين؟ انا جاي من شربين، بقالي 3 سنين. بقالك 3 سنين في النادي الاهلي؟ في النادي الاهلي. مين مثلك الاعلى في الفريق الاول او اللي بتشوفه ونفسك؟ انا بحب كابتن مروان محسن قوي. يعني لما طلعنا مباراه مع الفريق الاول كان هو يعني كان كويس وانا حبيته من ساعتها. اتمرنت مع الفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت؟ لا لسه. لسه ربنا ما اذنش. تمام. جلال انت ما شاء الله يعني من اصغر اللعيبه يعني فريق 2001 دمج مع 2002، وانت من اللعيبه ال 2002 حجزت لنفسك مكان في فريق 2001. قول لي الاول مركزك ايه؟ سيرد باك. تلعب مساك؟ وبلعب باك رايت وبلعب في نص الملعب ديفندر.
تبقى شيء كويس لما بتلعب في كذا مركز. طبعا ده بيوصل رساله للمدرب ان هو لو احتاج في اي مكان بيلاقيك يعني. الحمد لله يعني كويس. بيقول لي المباراه الصعبه اللي كانت في مشوار البطوله اللي انتوا كنتوا قلقانين منها شويه لكن الحمد لله عدت. يعني كان الجيش في الجيش طلع الجيش طلع الجيش في الجيش. هو فريق رخم. هو طبعا فريق فريق صعب يعني. فريق صعب. هو ده الماتش اللي كان احنا كنا يعني كنا رايحين هو في ملعبه رخم. فانا الحمد لله يعني عدينا منه الحمد لله. محمد سلامه قول لي مركزك يا محمد. انا كابتن اسامه كنت بلعب من كام سنه طرف شمال وطرف يمين. دلوقتي حاليا بلعب باك ليفت. مين اللي وظفك في المكان ده؟ اللي وظفني في الباك ليفت كان كابتن محمد شرف. محمد شرف هو اللي قال لك ممكن تقدر في الحته دي وبدات تشتغل فيها. محمد شرف. واللي وظفني في السرد باك كان كابتن معتز زين. معتز زين بيبقى شيء كويس زي جلال كده لما بتلعب في كذا مكان. طبعا يا كابتن. طبعا هو بتدي طبعا المدرب ان هو لو احتاجك في اي مكان بتلعب تقدر تأدي فيه وتلعب فيه. اللي هو وانت طبعا عارف النادي الاهلي يا كابتن ما فيش اي لاعب بيلعب في اي مكان في اي وقت. ما هقول لك على حاجه. زميلكو احمد نبيل كوك ما شاء الله بيلعب ديفندر. ما شاء الله بيلعب في الفريق اول موسمين احتاجه بيلعب في اي حته في مكان ممكن ما لعبش كمان فيه في الناشئين باك ليفت. لكن بالزبط. النهارده لما بتتوظف في كذا مكان بيبقى عندك الحلول بعد كده. فده بيبقى شيء كويس. عمر قول لي بقى عمر بعد مباراه سيراميكا اللي انتوا اتغلبتوا فيها كانت المباراه دي فاصله معاكم في مشوار الدوري. كان بعدها مباراه الاسماعيلي صح؟ بالظبط. كان عندنا مباراه الاسماعيلي في الاسماعيلي انا فاكر كان عندها معسكر طبعا. بعد ماتش سيراميكا انا فاكر كل تمرينه بعد الماتش لحد ماتش الاسماعيلي كان طبعا كله وشك في الارض دايما في النادي. انت بتلعب 8 ماتشات ما ينفعش تخسر نقطه. خسرت 3 في اول ماتش فده طبعا ما كانش يعني ده اللي في دماغنا ولا في دماغ اي حد من الفرقه اللي ده يحصل. وحصل. وهنا بيبان شخصيه النادي الاهلي بيبان شخصيه اللعيبه شخصيه كل واحد فرقه 2001. لما بتحط في موقف صعب انت بتتصرف معاه ازاي. اتمرنا وشدينا في التمرين وفي المعسكر قعدنا مع بعض الناس القديمه في الفرقه. احمد اشرف مغربي ساعتها كان مصاب. كابتن الفريق كل الناس القديمه سلامه انا كنت من الناس القديمه بنقعد نتكلم مع بعض. احنا بنيجي يعني بنلعب وبنتمرن وبنيجي كل يوم وبنشتغل عشان هدف عشان البطوله عشان تطلع الدرجه الاولى عشان تلعب منتخب مصر. فاحنا لما نخسر من سيراميكا احنا ايه يعني ايه اللي احنا هنوصل له؟ مش هنوصل لحاجه. فاحنا لازم نقعد ونراجع نفسنا. وماتش الاسماعيلي كان ماتش صعب زي ما احنا كنا متوقعين بس الاسماعيلي فريق محترم وكسبنا 1-0 وكسبنا 1-0 بس احنا عشان مركزين في كل كوره يعني بتلعب لاخر النفس لاخر دقيقه زي ما بيقولوا. ده اللي احنا اتعودنا عليه في النادي الاهلي. انت كسبت في الاخر يعني ما قلتش خلاص ضيعنا كتير مش عارفين نكسب. لا احنا لحد اخر كوره بنهاجم على الاسماعيلي وبندافع واقفين بشكل منظم مش عشوائيين. بس لحد اخر دقيقه طبعا كابتن سيد غريب تعب معانا مسك في فتره صعبه مسك في الاخر فطبعا تتحسب له. مسك في اخر 8 ماتشات ما فيش مدرب هيقدر يمسك فرقه في سيزون في الاخر ويقدر يعمل معاه حاجه. بنشكره طبعا. انا دي 7 سنين. 7 سنين اتعلمت ايه في 7 سنين؟ اتعلمت كتير. النادي الاهلي بتتعلم فيه كل حاجه من اول ما جيت. انت ازاي يعني احنا مش بنشوف حاجه غير المكسب يعني. فعلا الناس بتبقى فاكره ان دي شعارات بس احنا التعادل عندنا مشكله. خساره احنا ما بنعرفهاش. احنا ما ينفعش نخسر. ان انا اخسر دي خلاص انا عايز الارض تتشق وتبلعني. بس ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي والحمد لله يعني ده مخلينا متواصلين في اللي احنا بنعمله. لما بتطلعوا مركز ثاني الحمد لله بتاخدوا مكافاه الاول؟ لا طبعا مفيش كفايات. المركز الاول مركز الاول مركز الاول هو انت المرتب بيقف والمكافآت بتقف لما ما تبقاش المركز الاول. هو لو مفيش هزار بنتعادل ماتش يا كابتن اسامه ولما بنخسر لا قدر الله بيتوقف لنا كل حاجه نرجع تاني اول كويس قوي ونمشي. هو خلي بالك ده هو بيعلمك علشان الفريق الاول. انت النهارده في يعني في مكان بتتعلم فيه قطاع الناشئين عشان تتعلم من الفريق الاول تطلع بلعب على كل بطوله حتى لو البطوله كانت اصعب بطوله في العالم بلعب علشان المركز الاول. بالزبط. علشان كده دايما ناشئ النادي الاهلي بتلاقيه مختلف لما بيطلع الفريق الاول. محمد قول لي بقى يعني بدايه الموسم كان في معسكر اعداد جيد جدا وممتاز كان في مدينه اسماعيليه كان استفدتوا منه بشكل كبير. واحنا كابتن ياسر رضوان عمل معانا معسكر كويس هو مستر مايكل. وقدرنا ان احنا اللعيبه تتوظف صح في كل مكان في الملعب وبس الحمد لله يعني خدنا الدوري في اخر الموسم. قول لي يا جلال المدير الفني الاجنبي
يتواصل معاك واستفدت منه بشكل كبير. مستر مايكل دايما معانا بيتكلم معانا بيقول لنا نعمل ايه، بيوظفنا صح، لو شاف حد مثلا بيتحرك مثلا غلط بتاع هو بيتكلم معاه في الصح. يعني معانا دايما وعلى طول بيعمل لنا تجمعات وبيعمل لنا محاضرات وكده. هو شغال معانا يعني كويس جدا. تمام. محمد استفدت من الكابتن سيد غريب؟ استفدت من كابتن سيد غريب بصراحة، يعني أهم حاجة بيتعامل مع اللاعب نفسية قبل أي حاجة. كويس. يعني هو يعني بيتكلم مع اللاعب قبل الماتش، كل لاعب بيتكلم معانا دايما. وكابتن سيد غريب استفدت منه شغل فني كتير بصراحة. يعني في التمرين كمان، في التمرين تمرين يا كابتن أسامة يعني حاجة دايما بيقولك على أخطائك عشان تتعلمها. طبعا يا كابتن اسامه بيتكلم معانا دايما في الاخطاء، في الحاجات السلبيه، بيتكلم معانا في كل واحد في مركزه يؤدي ازاي. والحمد لله يعني قدرنا بكابتن سيد كمل في فتره صعبه طبعا، وقدر ياخد بينا البطوله الحمد لله. يعني عمر في الاول مسكه كابتن ياسر رضوان وبعد كده كابتن سيد غريب، قول لي استفدت من الاثنين، خاصه الاثنين ما شاء الله اثنين مدربين كبار. يعني هو ثلاث مدربين مش اثنين. حضرتك قلت اثنين، كان في كابتن معتزين في النص. طبعا كابتن ياسر كل واحد فترته كانت صعبه بطريقه مختلفه. يعني كابتن ياسر كانت فترته صعبه ان هو احنا كنا 70 لعيب فرقتين 2001 و2002. انت عايز من 70 لعيب 25 لعيب. فده كانت يعني حاجه صعبه. انت بدايه الاختيارات في الاول في البدايه خالص، فدي لوحدها دي كانت حاجه صعبه. وطبعا يعني كابتن ياسر رضوان اسم كبير طبعاً. احنا كلنا اصلا نحب نشكره، وزعلنا اللي هو مشي وما قدرناش نكمل ونقعد معاه ونتعلم منه اكتر. كابتن ياسر يعني نجم كبير جوه وبره الملعب، كنا طبعا حابين ان احنا نتعلم منه اكتر، بس هو جاله حته تانية وربنا يوفقه. بس وبعدين كابتن معتز زينو برده مسك الفتره اللي بعدها، برده كابتن معتز عمل معانا شغل، طلعنا صعدنا اول على المجموعه بتاعتنا. وبعدين بقى جينا في المجموعه الاخيره زي ما قلت لحضرتك كابتن سيد مسك في اصعب فتره، يعتبر 8 ماتشات يعتبروا كل ماتش فاينل. بس محمد الكابتن خالد بيه، واخيرا كابتن خالد بيه موفر لكم كل الامكانيات داخل قطاع ناشئ النادي الاهلي. طبعا الكابتن خالد بيه قامه كبيره، والواحد بيعتز انه موجود في النادي مع كابتن خالد بيه، وهو مش مخلينا محتاجين اي حاجه. بيوفر لنا كل الامكانيات وبيتكلم معانا، ده اهم حاجه، بيتعامل مع اللاعب نفسيا. وده بتخلينا يعني كويسين في الملعب. وانا بشكركم، بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وكمان هيكون موجود معانا في نهايه الحفله وفي ختام الاحتفاليه كابتن خالد بيبو والمدير الفني مستر مايكل، هيكونوا موجودين معانا كده ومرحبين، يعني هيكونوا مشرفينا ان شاء الله النهارده في ختام الاحتفاليه، يعني احتفاليه كبيره لفريق 2001. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل مجموعه اخرى من ابطال 2001. اكيد الفرحه حلوه، ويا رب دايما الاهلي في افراح وفي انتصارات، ودايما هنا بنحتفل على قناه الاهلي. معايا مجموعه اخرى من لاعبي فريق 2001 الابطال، وبالمناسبه انا هستضيف كل فريق 2001 النهارده على قناه النادي الاهلي عشان هم يستحقوا هذا التكريم وهذه الاحتفاليه. معايا مجموعه اخرى من اللاعبين برضو بنرحب بيهم معانا النهارده. في البدايه بنرحب بكريم سعد الله، منورنا كريم على قناه الاهلي، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ده بنورك وده شرف لي ان انا اكون موجود على قناه النادي الاهلي. احمد عربي الف مبروك ومنورنا في قناه الاهلي. بنورك يا كابتن اسامه، وانا بتشرف اني موجود مع حضرتك واني موجود طالع على قناه الاهلي النادي الاهلي النهارده. هاني انت مش غريب عن قناه الاهلي، ودايما لما كنا بتزعلك الماتشات دايما بتبقى موفق وبتحرز كمان اهداف. الحمد لله. في البدايه الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله يعني على الاداء اللي كنت بديه في الماتشات، ودي حاجه كبيره قوي انت تقول فيها الكلام ده. وبشكرك وبشكر ابويا وامي طبعا اهم حاجه، وربنا اول حاجه، واشكر حضرتك. محمد اشرف بقى بدم خفيف، حارس مرمى فريق 2001 دم محمد كوتو صح؟ كوتو. طيب الاول الف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، وشرف ليا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك. قول لنا كوتو دي جت منين بس عشان نعرف. هي اختصار لكلمه كوتوموتو. كوتوموتو. كنت وانا صغير كده سمعت الاغنيه. كنت صغير غنيتها كده فطلعت عليك. طلعت عليك كوتو. فلما كبرت قالوا لا نختصرها شويه في كوتو. خلاص بقى محمد كوتو خلاص. في البدايه كريم يعني مبروك على بطوله دوري 2001، لكن انت واحمد عربي مواليد 2002، لما السنه دي اندمجوا الفريقين تم تصعيدكم لفريق 2001 وكنتوا موجودين مع الفريق. قول لي يعني مشوار البطوله وصعوبه البطوله
وكلمنا كمان عن اللحظات الصعبة في البطولة. الله يبارك فيك يا كابتن. هي البطولة كانت بطولة صعبة، انها كانت بطولة متقسمة يعني، كانت بدأنا الأول مناطق ماشي، وبعد كده احنا كنا في كام مجموعة والحمد لله يعني ربنا كرمنا وكنا متصدرين أول في كل التصفيات اللي كنا بنخشها. كويس. تصفيات النهاية بقى، لما وصلتوا تصفيات النهاية كان لكم استعداد خاص لتصفيات النهاية، خاصة لما بتقع مباراة، المباراة اللي انتوا خسرتوا فيها في سيراميكا قلقتوا شوية، تصفيات النهاية انتوا بتقعدوا مع بعض كلاعيبة، استعداداتكم بقى في تصفيات النهاية كانت ايه؟ احنا خسرنا ماتش سيراميكا بس احنا قعدنا مع بعض وقعدنا بعض ان احنا نكسب كل الماتشات، وده يعني بيبان اللي هو البطل بتاع النادي الاهلي، لمينا بعض وقعدنا بعض ان احنا نكسب كل الماتشات، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا كل الماتشات. بقالك كام سنه في النادي الاهلي يا كريم؟ بقالي 9 سنين كده، 2012. بقالك 9 سنين؟ تسع سنين. انت دخلت النادي الاهلي وعندك كام سنه؟ من 2012. 2012 كان عندك كام سنه وقتها؟ مش فاكر. 11 رحت النادي الاهلي اختبارات الاول؟ لا كنت بلعب في انبي. قعدت في انبي سنتين بعد كده رحت الاهلي. رحت النادي الاهلي بعد كده. احمد قول لي برضو، انت زي كريم مواليد 2002 واندمجت برضو مع دمج الفرق، تم تصعيدك لفريق 2001 وكنت موجود مع فريق 2001. استفدت ايه من الكابتن الاول ياسر رضوان وبعد كده كابتن سيد غريب؟ انا استفدت من الاثنين، الكابتن ياسر نقل لي خبرات من عنده وكابتن سيد برضو نقل لي خبرات، ف السنه دي الحمد لله لما اتمرنا خدنا خبرات من الاثنين، فاستفدنا كتير في الدوري وعرفنا نكسب في ماتشات صعبه كتيره واجهتنا. فمساعده المدرب الفني اللي مسكنا قدرنا نكسبهم بسهوله الحمد لله. مركزك يا انا هاف. بتلعب هاف رايت او ليفت؟ الاثنين. الاثنين. قول لي بقى المباريات اللي كانت صعبه في البطوله، انتوا لعبتوا وكسبتوا بيراميدز صح؟ كسبنا بيراميدز والاسماعيلي والاتحاد وانبي والاتحاد. مباراه انبي كانت مباراه صعبه صح؟ كانت صعبه لان انت الاهلي وانبي وديربي من زمان، اقوى يعني اقوى فريقين في الناشئين في الاهلي وانبي. هم كانوا جايين مستعدين عايزين يكسبونا، بس الحمد لله احنا قدرنا نكسبهم 3-2، وكان ماتش صعب بس كنا موفقين الحمد لله في الماتش ده. دي كانت المباراه الصعبه؟ لا كان في ماتش بيراميدز لانه كان بعد الهزيمه على طول. فكنا الحمد لله لحقنا نلم نفسنا وكسبنا 2-1 هناك. وبعد كده كان الاسماعيلي هناك كسبنا في اخر دقيقه، بس احنا كنا متعودين على الاجواء دي، انت النادي الاهلي ودايما بتكسب في اوقات كتيره في اخر الماتش، فالحمد لله يعني. مين مسك الاعلى؟ في مصر ولا بره؟ مصر. في مصر الكابتن محمد شريف. كابتن محمد شريف. انا عرفت برضو انك انت بتحب مؤمن زكريا جدا. اتلقيت قبل كده هنا كان مع استاذ محمد كابتن محمد فاروق. فقلت ان انا بحب كابتن مؤمن زكريا جدا، وان شاء الله بدعي له من هنا ان ربنا يرجعه لنا بالسلامه ويرجع كسر الدنيا زي الاول. ربنا يشفيه يا رب مؤمن زكريا. ومؤمن زكريا يعني واحد يعني من ابناء قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. أيوة. اكتر حاجه بتعجبك في مؤمن زكريا ايه؟ هو لما بيبقى موجود في كل حته، في المكان اللي انت مش متوقعه هتلاقيه موجود، وبيجيب اجوان يعني في اوقات كده انت بتبقى محتاجها. فده اكتر حاجه بتعجبني فيها. بتحاول تقلده في الملعب مؤمن زكريا؟ ليا الشرف طبعا ان انا احاول اقلده. واتمنى ان اكون زيه يعني ان شاء الله في وقت من الاوقات. تمام. كابتن هاني الهداف بتاعنا يعني مدافع هداف، قول لي بقى لما زعملكم الماتشات هنا على قناه الاهلي وبدات الناس تعرف اللعيبه مغربي وهاني عمرو وعاصم وحمزه وكوكا، كان شعورك ايه واحنا بنزعلكم الماتشات هنا على قناه الاهلي، وكان استعداداتكم ايه قبل المباريات كمان؟ هو شعور ما يتوصفش الصراحه يعني احنا ماتشنا يعني احنا هنصبح تاني يوم ماتشنا هيتذاع. يعني شعور يعني الواحد ما بيعرفش ينام. مبسوطين طبعا ولا قلقانين؟ لا هم مبسوطين وقلقانين في نفس الوقت، بس القلق بيبقى كبير يعني. انت بتلعب في النادي الاهلي يعني نادي يعتبر من احسن انديه في العالم مش في افريقيا بس. فانت بكره يعني انت صباح هتلعب ماتش مباشر. يعني هتبقى حاجه كبيره ليك وتتكتب في السي في بتاعك. يعني ان انت لعبت في ماتش مباشر وناس شافتك وعارفينك. تبدا تاخد كمان على اجواء الفريق الاول، ما هو دي الفريق الاول ماتشاتك بتتذاع، فانت لما بتتعود من الناشئين على الموضوع ده خلاص الموضوع بالنسبه لك عادي بعد كده. طبعا انت من صغرك لو تعودت على كده اما تكبر وتطلع فريق اول خلاص دي حاجه انا عملتها قبل كده مش جديده عليا. بس قول لي بقى وانت مساك السنه اللي فاتت احنا بنزل ماتشات كتير ليكوا، كنت بتسجل اهداف وسجلت في الزمالك صح؟ ده مغربي. ده مغربي. انا سجلت السنه اللي فاتت سجلت في بيراميدز. بيراميدز 1-0 كسبنا 1-0.
في مباراه سجلت فيها. قول لي بقى السنه دي سجلت اهداف ولا ما سجلتش؟ سجلت اثنين. سجلت اهداف فين في فريق ايه؟ الجونه وطلع الجيش. الجونه وطلع الجيش. طلع الجيش فرقه قويه جدا. من المباريات الصعبه طلع الجيش. هو انا الكابتن لما بيجي يتكلموا معايا في الكورنر او الفاول بيقول لي خليك انت في الاخر خالص، يا الكره لو عدت كله هتجي لك انت. وفعلا في ماتش الجيش الكره عدت كله وانا رحت جاب من الداخل ودخلت. ماتش برضو الجونه نفس الكلام برضو. مين مسك الاعلى في المساكين بتوع الفريق الاول في النادي الاهلي؟ مين اللي لما بتتفرج عليه كده بيعجبك؟ او ايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا. ومع انه كان الاول ما كانش بيلعب مساك، بس لما جه الاهلي ما كانش في مساكين، توظف مساك. توظف مساك. انا بحب رجولته وشخصيته في الملعب وروحه وكل حاجه. يعني لاعب يعني ما فيش زيه في مصر. مش هيجي زيه علشان هو ترويس النادي الاهلي. ايه رايك في الجون ده؟ مين اللي عدى بالكوره؟ احمد سيد عبد النبي. صح، النبي. واللي جاب الجول رضا. محمد رضا. شايفين المتابعه يعني بتتمرنوا الكابتن سيد غريب وكان الكابتن ياسر رضوان ومعتزين بيمرنوكوا على اللعبه دي دايما صح؟ ايوه مظبوط. صح ايوه. محمد كان مركز يعني هو التركيز على طول قبل اي ماتش بيجيب لنا الثغرات بتاعت الفرقه ايه وبنشتغل عليها. يعني في ماتش الانتاج. لا شايفين التكمله احمد سيد عبد النبي بيعمل بعرض احمد سيد غريب مكمل على العرضه الاولى، رضا بعديه في العرضه الثانيه في العرضه الثالثه. هو الكابتن سيد غريب على طول بيتكلم معانا المفروض يعني الهجمه لينا ما نقفش يعني ما فيش واحد بس يبقى في ال 18. يعني على الاقل حاجه يبقوا 3 4 واللي مكمل بقى من تحت. حتى لما بنيجي بعد الماتش ما بيخلص بيجيب لنا بيعمل لنا محاضره ويجيب لنا الفيديوهات اللي لينا واللي علينا يعني الهجمات اللي علينا بيجيب لنا يقول لنا شوف انت واقف ازاي وانت واقف ازاي وكلام من ده، بيجيب الغلطات اللي لينا الاول بعدين الحاجات الحلوه اللي لينا علشان تتعلموا من عشان نتعلم من لينا. كويس. كابتن محمد اشرف كوتو بقى قول لي بقى السنه دي وحراسه المرمى والكابتن دامي الردسوقي عامل معاكم شغل هايل السنه دي. كابتن منافسه ما بينك وبين عاصم خاصه كمان الحمزه اللي كان معاكم وطلع الفريق الاول. ربنا يكرمك. نتمنى له التوفيق وانتم ان شاء الله كمان يعني قريب تطلعوا الفريق الاول كمان. ان شاء الله. احنا طلعنا اتمرنا مع الفريق الاول وخدنا خبرات في الفريق الاول والسنه دي كانت الموسم كان صعب. بدانا بدايه صعبه كنا كذا حارس كنا حراس من 2002 وانا وعاصم. الحمد لله كابتن اكرامي بتمارين واستقر عليا انا وعاصم مع حمزه. وكانت البدايه بقى كانت المنافسه ولما يكون معاك حارس يا كابتن مستواه كويس بيشدك في المنافسه بيخليك عايز تطلع اللي عندك وبالذات حمزه وعاصم طلع بقى اللي عندك. وعاصم بدا السنه دي الموسم كان ماشي بشكل كويس قوي في اول الموسم وكمل لحد التصفيات كلها كمل. مع الكابتن تامر طبعا يعني تعب معانا السنه دي قوي بصراحه وكان بيتكلم معانا وبيدينا الثقه من اول الموسم بيدينا الثقه ويقول ما بيهمتش يعني قال لي هتلعب. ده مين؟ كابتن تامر. كابتن تامر دايما بيديكوا ثقه واعداد نفسي بيتكلم معانا حتى لو حاسس انك انت بعيد هو بيقربك بالظبط ويقول لي هتلعب يا كوتو. وجيت في مرحله مهمه جدا ولعبت بعد ماتش كنا خسرنا من سيراميكا وبعدين لعبنا بيراميدز كسبنا 2-1 كان عاصم الواقف. من الماتش ده كابتن تامر قال لي انت ركز عشان انت اللي هتبدا الماتش الجاي. كان عندنا الاتحاد عندنا كسبنا 2-0 ولعبت الماتش. لعبت الحمد لله كنت كويس بفضل كابتن تامر وكابتن اكرامي بفضل ربنا. وبعدين ماتش الاسماعيلي بقى في اسماعيليه ده كان اصعب ماتش لعبته برضه. كسبنا 1-0 في الدقيقه 90 جون جي احمد كوك. ايه رايك في محمد الشناوي؟ لا تتعلم منه وتقعد تتفرج عليه كابتن النادي الاهلي. يعني الشناوي يعني كابتن محمد الشناوي انا اتمرنت معاه في الدرجه الاولى وتعلمت منه وكنت بشوف هو بيعمل ايه في التمرين واحب اعمله. كابتن شريف اكرامي اتمرنت معاه وبحب اتعلم منه. كل اللعيبه اللي انتوا قلتوها ايمن اشرف والشناوي هم يعني زيكم بالظبط من قطاع الناشئين النادي الاهلي ومروا بنفس الظروف ونفس التحديات وبرده كان دايما ليهم هدف. علشان كده علشان تنجح دايما لازم يكون ليكوا هدف ان شاء الله. بنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. شرفتونا يا شباب ان شاء الله. اتفضل. انا طبعا حابب اشكر ابويا وامي اللي ساندوني كتير وتعبوا معايا كتير وده انا حابب اشكرهم يعني. واحنا هنا تحيه كبيره لكل الاباء والامهات دايما اللي بيساندوا اولادهم ودايما بيكونوا سند ليهم في كل الاوقات. شرفتونا وهتنتظروا معانا عشان في احتفاليه كبيره ان شاء الله في نهايه الحلقه بتاعتنا وبنحتفل بيكم وزي ما بقول مكلفين النهارده عامل لكم تورته وحاجه حلوه ان شاء الله. هنروح لفاصل وبعد الفاصل مجموعه اخرى من ابطال 2001. اهلا بحضراتكم من جديد. معايا مجموعه اخرى من ابطال 2001 المتواجدين ببطوله الجمهوريه واحنا هنا بنحتفل بيهم على شاشه قناه النادي الاهلي. معايا مجموعه
واسماء هقولها دلوقتي، انتظروها ان شاء الله في القريب العاجل في الفريق الاول بالنادي الاهلي. الاول بنبارك لهم على بطوله الجمهوريه، وهنبتدي الاول باللاعب احمد سيد غريب. الف مبروك على البطوله وبنرحب بيك على قناه النادي الاهلي يا ابو حميد. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه، مبسوط طبعا ان انا معاك النهارده، ومبروك للجهاز الفني والكابتن خالد بيبو ومستر مايكل مجلس اداره، وان شاء الله يعني كل سنه كده على وعدنا بالاحتفاليه هنا في قناه الاهلي ان شاء الله. احمد سيد غريب مواليد 2002 وصعد واندمج مع فريق 2001، لكن ما شاء الله برضو حجز مكان اساسي مع 2001 وبقدم مستوى رائع. الحمد لله من بدايه الموسم يعني من ساعه الدمج اللي في الفرق وانا مع 2001، والحمد لله نهيت هداف الفرقه انا وعمر رزق. كم هدف السنه دي؟ أربعة. ده في التصفيات النهائيه؟ أربعة وأربعة. التصفيات النهائيه كان شكلها مختلف السنه دي، الدوري السنه دي شكله مختلف. يعني السنين اللي فاتت بتلعب دوري زي الدوري الممتاز بالظبط. انت كل لكن السنه دي مختلف الدوري. كل الماتشات كانت بيعتبر زي كاس كده، ما ينفعش بنطلع منك. غصب عننا وقع مننا ماتش او اتنين بس عوضنا. وكان في ماتشات صعبه جدا كنا خسرانين قبليها، زي ماتش الاسماعيلي ده حطينا خطوه لطريق البطوله. فالحمد لله حققنا المكسب فيه في اسماعيليه 1-0، وبعد كده ماتش الجيش ده كان ماتش رخم يعني بلغه الكوره. فالملعب والاجواء الحمد لله عدينا منهم. دول كانوا خطوتين كويسين للبطوله يعني الحمد لله. عمر رزق الف مبروك ومنورنا في قناه الاهلي. عمر رزق طبعا كبير القعده هنا، مواليد 2001. حبيبي يا كابتن اسامه الله يبارك في حضرتك، وانا والله مبسوط مع حضرتك شويه. مبسوط ان انا مع هداف، مبسوط ان انا مع حضرتك النهارده على قناه النادي الاهلي يعني. قول لي كم هدف بقى مع فريق 2001؟ انا واحمد سيد غريب اربعه، كل واحد جاب اربعه في تصفيات نهائي. تصفيات. ابرز الاهداف جبتها في مين؟ امبي والجونه. امبي والجونه. كم هدف في امبي؟ انا جبت لعبت السنه دي قصاد امبي ثلاث ماتشات، جبت ثلاث جون في امبي والجونه جون. وامبي برضو المرحله النهائيه برضو جون والانتاج. كان مباراه صعبه مباراه الامبي في التصفيات النهائيه. هي عامة ماتشات امبي والاهلي دي ديربي يعني من زمان، وهي الماتشات ديت اهلي امبي ديربي هنا هناك. هو يعني احنا عندنا يعني مثلا كابتن سيد بيتكلم معانا ما عندناش ماتش سهل، كل الماتشات بالنسبه لنا كاس، لان تصفيات النهائي ده احنا ماتش سيراميكا ده بينا اول ماتش خسرنا 2-1 للاسف عندنا في ارضنا. بعد الماتش على طول يعني محدش روح، كلنا قعدنا مع بعض في الاوضه اتكلمنا يا جماعه بعد كده ما ينفعش نخسر بونت او نتعادل على الاقل، وده اللي حصل في ماتش الاسماعيلي. فضلنا لحد دقيقه 90 بنحارب وبنتعب لحد ما جبنا جول الفوز الحمد لله. بقى لك كام سنه في النادي الاهلي؟ انا بقى لي 7 سنين. 7 سنين دخلت وعندك كام سنه؟ طبعا دخلت وانا عندي 14. مين اللي اختارك؟ كان اختارني كابتن ياسر محمدين وكابتن احمد جمال، وكان رئيس القطاع كابتن عزيز عبد الشافي. جيت منين؟ نادي ايه؟ النادي بني عبيد. بني عبيد؟ طبعا نادي بني عبيد نادي كبير ونادي طبعًا. معروف. طبعا. احمد سيد عبد النبي. انا بقول لكم من دلوقتي افتكروا معايا الاسم ده، احمد سيد عبد النبي، لو احنا بنتكلم عن باك رايت للنادي الاهلي احمد سيد عبد النبي، وافتكروا معايا الاسم ده. ابو حميد بنرحب بيك على قناه الاهلي ونقول لك الف مليون مبروك على البطوله، بطوله غاليه، بطوله 2001. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، طبعا شرف ليا حضرتك الكلام اللي انت قلته عليا، والالف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك للرجاله والجهاز الفني وكل والناس كلها يعني الحمد لله. قولوا لنا بقى او ورونا دلوقتي يا عماره لو سمحت الهدف الحلو اللي صنعه احمد سيد عبد النبي من ناحيه اليمين، الهدف اللي احنا كنا بنعرضه من شويه. احمد سيد قول لي انت ما شاء الله طلعت الفريق الاول مع النادي الاهلي ومسجل في القائمه الافريقيه برضه صح؟ صح. طلعت في اول السنه دي الحمد لله يعني ربنا كرمني وقدرت اطلع السنه دي في اول السنه دي الحمد لله يعني. وفضلت معاهم فتره ونزلت تاني بعد كده طلعت معاهم فتره تاني. هتطلع تاني ان شاء الله وهتلعب وهتاخد فرصتك وانت وكل زمايلك الموجودين معانا على ده. الهدف الهدف ده كان في مباراه ايه؟ انتاج الانتاج انتاج الحربي. طب احكي لنا وكلمنا على الهدف انت متمرنين عليها ازاي؟ قول احنا متمرنين على الكوره دي اللي انا لما بروح على الخط المهاجمين كلهم بيقطعوا واحد على القريبه والتاني وراه. انا شايف احمد سيد عبد النبي قطع العارضه الاولى. احمد غريب قطع العارضه الاولى وانا وراه وبعد كده رضا. وبعد كده رضا لازم تكون الكثافه في 18 لما اتلعبت بالعرض غريب طلع ورضا حطها. لا بس كمان التعديه هناك حلوه فيها مهاره وداخل ال 18 ورافع عينك، يعني انت مش بتلعب
اي حاجه يعني، لعبه ما يعني فات عليها تدريب وفيها موهبه كمان. اه طبعا بشكر كابتن ياسر رضوان طبعا عشان هو اللي علمني الحركه دي طبعا، ان انا لما اروح على الخط ارفع عيني قبل ما العب الكوره. خلي بالك كابتن ياسر رضوان كان باك رايت عالمي. انا طبعا بحب اشكره طبعا ان هو استفدت منه كتير قوي السنه دي. اه قلنا استفدت منه ايه؟ استفدت منه ان هو علمني ازاي اقف في الملعب، ازاي اتحرك، ازاي علمني ان هو ازاي حركني في الملعب، ازاي انا ما اتعبش نفسي، ازاي لما اجري هنا اجري هنا، لما الكره تبقى فين اقف فين كده. خلى انا نفسي زاد شويه. كويس قوي. وكابتن ياسر رضوان كمان يعني كان لعيب كبير وباك رايت، يعني الحته دي كانت بتاعته كمان. طبعا علي منورنا على قناه الاهلي والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه. قول لي بقى علي، من المهاجمين المميزين فريق 2000 و... انت اصلا 2002. اه 2002 صح؟ واندمجت مع فريق 2001. اه في اول السنه كابتن ياسر رضوان كان بيصفي من الفرقه، كان عدد كبير جدا في ال 2001 وال 2002، بس فضلنا مثلا شهر او شهر ونص وصفينا عدد معين من الفرقه، وبعد كده سافرنا معسكر الاسماعيليه. وكان ده اخر ميعاد للتصفيه، انا هننزل والقائمه هتبعت خلاص، بس الحمد لله ربنا كرمني وبقيت مع ال 2001. المهاجمين بيبقى لهم شغل خاص دايما، يعني اكيد المدير الفني الاجنبي كابتن سيد غريب دايما يعني بيبقى في شغل على الجون، في شغل تخصصي، عشان دايما المهاجم ليه حساسيه خاصه في. قول لنا عن الشغل اللي كان دايما الكابتن سيد غريب بيشتغله معاكم. هو مش كابتن سيد غريب بس، هو كل الكباتن كانت بتشتغل معانا، وكابتن مايكل، وكل الناس تعبت معانا، وهو دايما شغلنا كده على الجون. يعني هو الفرويد لازم يجيب اجوان، لازم يعمل اجوان، لازم يبقى يحط بصمته في الملعب يعني. بس الحمد لله يعني قبل كل ماتش كان كابتن سيد غريب كان بياخدنا نلعب على الجون شويه، نحس بحساسيه الكوره، نحس بالجون، الكلام ده كله، والحمد لله ربنا وفقنا يعني. تمام. احمد سيد غريب ابن الكابتن سيد غريب، قول لي بقى وهو المدير الفني بتاعكم بيتعامل معاك ازاي لما بتغلط النهارده، لما بتضيع هدف؟ اكيد في معامله ثانيه غير معامله المدير الفني. لا والله حابب اشكره طبعا من خلال حضرتك بصراحه، انا عارف اتعامل معاه كويس جدا لما كان تولى مدير الفني الفريق، وعارف يعاملني نفسيا كويس بره الملعب وجوه الملعب. شال من على ضغط كبير طبعا. كان عليا ضغط جامد برضك، انت مسؤول برضك في الفرقه، ووالدك برضك مسؤول. فهو شال الحمل ده عليا كبير جدا، حابب اشكر عن خلال حضرتك. عمر طموحك ايه مع النادي الاهلي؟ طموحي ان شاء الله اطلع الفريق الاول واحط رجلي فوق، ومنتخب مصر فريق اول، واحترف ان شاء الله. ان شاء الله. ابو حميد طموحك ايه مع النادي الاهلي؟ ان انا اطلع الفريق الاول ان شاء الله، والعب معاهم واخد معاهم بطولات كتير ان شاء الله قريب. علي، مفيش لعيب في النادي الاهلي ما بيتمناش ان هو يبقى مع الفريق الاول طبعا، وربنا يوفقنا يعني كلنا، وفرقه كلها فيها مميزين، وان شاء الله يبقى في عدد كبير من الناس هتطلع ان شاء الله. وانا بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وقريب بقى اشوفكم في الفريق الاول بالنادي الاهلي، ونشوفكم لعيبه كبار كمان في النادي الاهلي وكمان في منتخب مصر. شرفتونا وهتنتظروا معانا دلوقتي علشان في احتفاليه كبيره، ولكن دلوقتي هنروح نستقبل بقى كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، مستر مايكل بروكيتش المدير الفني. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. علشان يكون في نجاح في النادي الاهلي لازم يكون في تخطيط. تخطيط بيبتدي من فوق، بيبتدي من لجنه التخطيط ثم مرورا بمدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن خالد بيبو، وايضا القياده الفنيه، المدير الفني الاجنبي الكف اللي عامل طفره في قطاع الناشئين النادي الاهلي مستر مايكل بروكيتش. ودي تجربه يعني النادي الاهلي بيعملها منذ فتره، منذ سنوات النادي الاهلي بيستقدم مدير فني اجنبي عشان يرتقي بالامور الفنيه. لكن لازم نشيد بالكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو اللي عامل ما شاء الله بصمه كبيره جدا السنه دي، في نظام كبير جدا، في امكانيات بيوفرها النادي الاهلي لاولاده داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان نشوف لعيبه في الفريق الاول. ما شاء الله ده بيتحقق دلوقتي، واحنا بنشوف لعيبه بتأدي في الفريق الاول، وبنشوف كمان لعيبه معاره بتأدي بمستوى رائع هتعود ان شاء الله خلال الفتره القادمه. في البدايه برحب بالكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنقول له الف مبروك ومنور قناه الاهلي، وما شاء الله تجربه السنه دي. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وكمان جاي ومعاه البطولات. اهلا بيك كابتن اسامه، وسعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده، وسعيد ان انا موجود جوه
بيتي طبعا قناه النادي الاهلي، وسعيد ان احنا يعني انا بقى لي فتره طويله وما طلعتش يعني ما بتكلمش، فسعيد ان انا طالعين النهارده بانتصار ومكسب والمكسب ده بيجي من عوامل كتير حضرتك اتكلمت فيها، بدايه من التخطيط والحمد لله ربنا كرمنا السنه دي، مفيش حاجه جت كده بالصدفه، كل حاجه الحمد لله كنا مرتب لها بشكل كويس جدا، بقى لنا فتره طويله قوي شغالين على الملف ده، قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ملف كبير ملف مش صغير، وقلت انت حاجه مهمه جدا، اداره النادي الاهلي ممثله طبعا في مجلس اداره برئيس كابتن خطيب ومشرف عام على الكوره ونازله بقى باللجنه التخطيط، كل المنظومه مرتبه ان يبقى في قطاع ناشئين قوي في النادي الاهلي، طبعا هو طول عمره في قطاع قوي بس الفكره ان احنا بنطور في المنظومه كلها بشكل كويس، الحمد لله ربنا كرمنا زي ما انت قلت كده في لعبه فريق الاول في لعبه في الاعراض في ومحافظين برغم ان انت عندك لعيبه كتير قوي اعراض وخرجت فريق الاول انما محافظ برضه ان انت تحصل على البطولات. مسؤوليه كانت صعبه وكانت كبيره السنه دي أوي ما كانتش سهله. لا قوي الموضوع مش سهل عشان بس الناس بتبقى فاكره ان الموضوع من بعيد كده، الموضوع سهل يعني انت منصب مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي انت اخذ منصب يعني الناس شايفاه كبير وهو فعلا كبير جدا بس تفاصيله جوه الشغل لا موضوع كبير موضوع صعب جدا يعني ان انت توصل لكل الاولاد وان انت يبقى في علاقه ما بينك وما بينهم مباشره ويثقوا فيك ويحبوك بعيد بقى عن ان انت مثلا كنت لعيب في النادي الاهلي لا حياتهم اليوميه انت عايش معاهم ازاي وبتتعامل معاهم ازاي والموضوع ده خد مني شغل كبير جدا بصراحه ومستر بروكتش كمان يعني مايكل عمل معاه شغل كبير جدا في تفاهم بينه وبينه محترم جدا ساعدني هو يعني عنده صراحه خبرات كمان في الموضوع ده بشكل كبير جدا المحاضرات الفنيه بقى والمحاضرات النفسيه بتاعت الولاد حاجات يعني شغل احنا اليوم شغل مش اقل من 8 ل 10 ل 12 ساعه ساعات في اليوم نبقى قاعدين نجهز شغلنا كله طويل يعني التفاصيل كتير قوي انا عايز حلقات كتير نقعد نتكلم فيها اكيد النهارده جينا نحتفل بالولاد وانا مبسوط طبعا بالحلقه النهارده مبسوط طبعا اللي انت اديت الولاد حقهم وكلهم طلعوا واتكلموا معاك وبشكر برضو الكابتن اينو المفروض كان موجود معانا بس مش موجود وفي طبعا لعيبه كوكا طبعا معاهم وحمزه بس طبعا حمزه مع في الاول وكوكا طبعا خد اجازه يومين فقال انا هاخد اجازه يومين فما جاش مع الولاد نشكرهم طبعا وبرضو مرورا بقى معلش انا اسف قبل ما تخش على بروكتش طبعا اشكر الكابتن ياسر رضوان تعب طبعا في الفرقه دي في بدايه الموسم واشتغل معاهم بشكل كويس تجهيز الفرقه في البدايه وطبعا يعني بشكر كابتن سيد طبعا على المجهود الكبير سيد غريب واحد من افضل المدربين في قطاع الناشئين في مصر وعمل مجهود كبير جدا مع الاولاد وبشكر طبعا ايهاب الخطيب على ان هو ادانا كمان مساحه عشان الاولاد كلهم يبقوا شغالين شكرا كابتن سامي صديقي مستر مايكل بنرحب بيك على قناه الاهلي وبنقول لك كمان الف مليون مبروك شكرا جدا Děkuji, kapitán. Já si vždy velmi vážím pozvání od kapitána Sáma, takže děkuji za pozvání. A na to děkuji i Khalidovi, že se mohl jít s ním sem. A na to bقدر دعوتك ليا في القناه قناه الاهلي وطبعا بشكر كمان كابتن خالد راجي معايا قناه الاهلي ومبسوطين بالحلقه النهارده. كمان بنرحب بيك يا دكتور ابراهيم وبنقول لك الف مليون مبروك على البطوله وانت برده مشارك فيها بتقوم بمجهود كبير برده في الترجمه للعيبه وتوصل المعلومات المهمه جدا من مستر مايكل للعيبه والاجهزه الفنيه كمان ربنا يخليك يا كابتن وطبعا الف مبروك للنادي كله تعال صوتك شباب ابراهيم في مكسوب الف مبروك طبعا يعني من كتر الترجمه للعيبه انا مش عارف لا ابراهيم قبل ما يتكلم ابراهيم بيعمل مجهود كبير جدا طبعا وبيستحمل طبعا يعني احنا بتبقى محاضرات مثلا ست سبع ساعات في اليوم محاضرات وهو قاعد طول النهار يعني بص ساعات بحس مش قادر يفتح بقه من الكلام لا طبعا شرف ليا طبعا بشتغل في النادي الاهلي والف مبروك للنادي الاهلي والمسؤولين وكل الاجهزه الفنيه وكابتن سيد وكابتن خالد ومايكل واللعيبه كلها طبعا يعني تعبوا كتير عشان يوصلوا اللي هم فيه ده فطبعا الف مبروك للناس كلها مستر مايكل علشان يكون في نجاح
اكيد لازم يكون في تخطيط قبل بالاوس بيختك. والتخطيط ابتدى من بدايه الموسم في معسكر فتره الاعداد اللي جهزه كابتن خالد بيبو على اعلى مستوى واداره النادي، كان ليك دور مهم جدا في نقل خبراتك الفنيه للاعيبه والاجهزه الفنيه. Ještě dříve, než odpovím na otázku, tak bych ještě rád doplnil Chálida, protože vlastně od začátku, co spolupracuju s Chálidem na juniorském sektoru, tak máme tu ty naše úlohy, jakoby jsme jakoby dva v jednom, bych řekl. طبعا قبل ما اجاوب على السؤال بتاع حضرتك كابتن، عايز بس يكمل على الكلام اللي قاله كابتن خالد بيبو. هو من اول الموسم والتعاون بينهم تعاون جميل، ويعني هما الاثنين بيكملوا بعض، لكنهم اثنين في واحد زي ما بنقول. Nejde oddělit technickou a organizační složku, jenom se to dá dělat dobře dohromady. ومينفعش نفصل بين الناحية التنظيمية والناحية الفنية، لازم الاثنين يمشوا في وتيرة واحدة ويكون في تعاون كويس بين الناحيتين التنظيمية والناحية الفنية. Takže všem, kterým poděkoval Chálid, tak to potvrzuji. A ještě bych rád přidal rodiče hráčů, že taky si zaslouží poděkování samozřejmě. A samozřejmě si zaslouží i naši pracovníci v sektoru všichni poděkování. طبعا بشكر كل الناس اللي شكرها كابتن خالد ومش عايز اعيد، بشكرهم واحد واحد. طبعا بشكر اولياء امور كل اللعيبه، طبعا ليهم دور كبير في اللي هم وصلوا له، وبشكر طبعا كل العمال كمان اللي في النادي اللي شغالين معانا في النادي وفي القطاع. A teď rychle k té Ismaili. Samozřejmě to byl první náš nějaký kemp, kde jsme mohli systematicky se zavřít a pracovat v některých věcech. Do nerga al muaska Ismailia, da kan awwal fursa lina an ihna naqfa ala nafsina wa nashtaghal bi tariqa systematic, bi tariqa munazzama. Ale nešlo tolik jenom o ten kemp, protože vlastně připravovat hráče pro profesionální fotbalový život je vlastně absolutní změna jejich životního stylu, lifestyle. وطبعا الموضوع مش متعلق بس بمعسكر الاسماعيليه، لكن عشان نجهز اللعيبه للكره الاحترافيه بمحترفين كويسين، فلازم نغير اساسا من اللايف ستايل بتاعهم، من حياتهم، من المينتاليتي بتاعهم وعقليتهم. A trenéři jsou vlastně učitelé, že? To znamená, naší největší prací s Chálidem je vzdělávat trenéry, učit trenéry, spolupracovat s trenéry, abychom v podstatě to přenesli na ty hráče potom. وطبعا المدربين يعتبروا معلمين للعيبه، والشغل اللي هو بيعمله اللي انا بعمله يعني مع المدربين، انا بثقف المدربين بحيث ان المدربين هم اللي ينقلوا الخبرات دي والتثقيف ده للعيبه. A u mládeže my musíme myslet na to, ne co je teď, ale co bude za dva roky, tak jak se vyvíjí fotbal. لكن وخاصه في قطاع الناشئين ما ينفعش نفكر في الوقت الحاضر بس، في اللي احنا في الوقت الحالي بس، لكن لازم نفكر في المستقبل اللي ممكن يحصل بعد سنتين، ازاي نطورهم لبعد كده. كابتن خالد قول لي بقى، وانت بتقعد تتفرج وبتلاقي واحد زي احمد نبيل كوكا، زي لعيبه من قطاع الناشئين طلعوا السنه دي وانت في اول سنه، والتجربه بتاعتك اللي انت بدات يعني تشتغل فيها، وتجربه صعبه مش سهله طبعا، شعورك ايه لما بتلاقي احمد نبيل كوكا في الملعب؟ تلاقي حتى اللعيبه المعار عربي بدر او شادي رضوان؟ لا طبعا، بص انا اول حاجه انا متابع كل الولاد، يعني كل اللي خرج من النادي السنه دي، راح اي مكان، اتحرك في اي مكان، سواء يعني بدايه الموسم او في شهر واحد، او متابعهم كلهم، لان انا بحس ان هم ولادي. يعني انا بحس طبعا الفرق بيني مش الفرق بيننا مش كبير، بس انا بحس ان احنا دول اشتغلنا معاهم وعارفينهم. وانا كنت مراهن يعني ان اي حد هيطلع من قطاع الناشئين السنه دي هيبقى كويس، لان احنا عندنا خامات كويسه في قطاع الناشئين. وكان بيزعلني قوي نغمه ان احنا ما عندناش ناشئين كويسين، ليه النادي ما بيطلعش ناشئين؟ يعني انا مبسوط جدا كل ما كوكا الناس بتقف بتشاور عليه او بتتكلم، بحس الناس بتتكلم عليا انا، او بتحس تتكلم على مستر مايكل، او بتحس تتكلم على المدرب بتاعه، سواء من البدايه كابتن ياسر، سواء من كابتن سيد، لان ده يعني هم ولاد الثمره بتاعت التعب بتاعتهم طبعا. هو بحس هم بيتكلموا علينا، بيشاوروا على قطاع الناشئين، وده حاجه كويسه. ان يبقى ان الكلام على قطاع الناشئين ان في لعيبه كويسه، وفعلا بالحقيقي ان في لعيبه كويسه. لما خدوا الفرصه، وخدوا فرصه في وقت صعب، ويعني كوكا بيلعب نمره 6، لعب باك ليفت، ادى بشكل كويس. ما هو ده الدور الفني والتجهيز بتاع المدربين ومستر مايكل داخل قطاع الناشئين. عشان كده هو مستر مايكل كمان يعني هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا، هو دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا. ان اللعيب بيبقى فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم يعيش ازاي،
يعني طبعا احنا في لسه عايش اللعيب الناشئ حياة الاحترافيه بتاعته. احنا لسه قدامنا لسه يعني احنا خدنا خطوات بس في خطوات كتيره قوي لسه احنا شغالين عليها بمنتهى الامانه. لجنه التخطيط ما يعني بتعمل لنا كل الامكانيات اللي احنا نقدر نعمله. كابتن محمود الخطيب طبعا مش سايبنا ايديه معانا على طول طول الوقت متابع معانا كل الاحداث متابع معانا كل التفاصيل الصغيره ودي حاجه مهمه جدا لما بيبقى رئيس النادي يعني حد فاهم الكوره كويس قوي فبيساعدك كمان في التفاصيل. مستر مايكل وانت دايما يعني متابع لفريق 2001 ودايما موجود معاهم واحنا بنتكلم النهارده عن فريق بطل فريق 2001 شفت ماتشاتهم ازاي وشفت المنافسه ازاي خاصه ان دايما مستر مايكل الكاميرا بتاعته دايما فوق المبنى الاداري ودايما بيصور المباريات ودايما بيقطع للاجهزه الفنيه واللعيبه والصوره معانا دلوقتي يا دكتور وهو قاعد فوق المباريات وهو بيصور. شفت المنافسه ازاي بتاعت بطوله 2001 ابراهيم بقول له عشان تعرف انت بتراقب اقمار صناعيه بتراقبه على طول نفسي فيديو التصوت يا شباب My jsme dneska s shodou okolností s Chalvidem asi hodinu seděli a povídali jsme si o tom, co je za náma a co je před náma. Naharda byl sotva, kuna máme meeting na kapitán Chalvid, kuna tady ben adne sáha nekallim, kuna mě nekallim fil hagat al hasat al hagat al lisa, jani a tahsal. A musím potvrdit jeho slova, že pokud bychom dobře investovali do mládeže, do egyptských hráčů, tak ty hráči, a troufnu si dneska už po 9 měsících, na to položit hlavu, na stůl, jak se říká, tak si troufnu říct, že ty hráči jsou absolutně konkurenceschopní světové špičce. A chci říct bardo ale kapitán Khalid Bibu, lou istismar va aktar fi qita' an-nashi'in fi nadi al-ahli, fa huwa yani ana ba'akkid ba'd shughl 9 shuhur fi an-nadi, in 'andana mawahib kabira jiddan wa qadra annaha tanafis ahsan la'iba fi Europa fi ahsan andiya fi Europa. Takže cílem je kombinujeme to, co je typické Egypťanům, plus poznatky, kam se vyvíjí fotbal v současnosti ve světě a hlavně v Evropě. Fil hadaf bitai in ana ba'mel combination aw bawallif ba'mel tawlifa bin al mazaya bta'at al la'iba al masriyin ma al kura al haditha wal kura al alamiya rayha lfin ma al hagat al haditha li tahsal fi al kura al alamiya. Tetktemu sawt yaji. Ano, troufnu si říct, že hrajeme výrazně jiným způsobem než třeba ostatní týmy, že se snažíme opravdu ten styl, aby byl aktuální, tak jak se teďka hraje. Uadra uli na bardo firqatna aw firqna fi qita' an-nashi'in bitala'ab uslub mukhtalif tamaman 'an bayt al-firq fi Masr. Nahnu bnahawil nahaddis aw nalab bi uslub al-kura al-haditha al-mawjud fi al-'alam dilwaqti. Bas ana 'ayzu yaqul li 'an 2001. Annahda ihtifaliyatna bi 2001 wa huwa bitabi' al-mubarayat kullaha shakl al-butula bta'atuhum. La'ab mubarayat qawiyya al-munafasa kaman kanat li akhir akhir mubarah. Tak v první části samozřejmě u toho týmu byl Yasir Radwan a potom vlastně v nějaké po první etapě potom ten tým převzal kapitán Said Khalid. طبعا اول كان مع فريق 2001 في الاول كان كابتن ياسر رضوان وبعد فتره معينه في بعد الفتره الاولانيه جه كابتن سيد غريب. A tomu speciálně bych chtěl poděkovat, protože pro mě to velmi důležitý člověk, protože on symbolizuje ten životní styl jako trenéra, takže potom ty hráči ještě v tom taky tak dokážou pokračovat. وطبعا عايز اشكر طبعا كابتن سيد غريب بالاخص طبعا هو بيعمل مجهود كبير مع اللعيبه وبيقدر يوصل لهم كل حاجه بطريقه ممتازه بحيث انها تقدر تطبقها في الملعب. A ta soutěž vůbec nebyla jednoduchá, protože samozřejmě ten vývoj té soutěže, to už je de facto dospělý fotbal. والبطوله ما كانتش سهله عشان حتى يعني رحله البطوله ما كانتش سهله كانها بطوله كبيره. Ale skvělou prací prostě celého toho sektoru, tak opravdu jsme dokázali ten úspěch, který dneska slavíme. Bez kuli nás tábět v Katáru, kuli nás tábět makhud kabír, a šen kida, jdeme na nějaké, alhamdulillah. Mr. Michael, kam min jumén, fi zikra hilwa li nadi l-ahli u gamahiru, fuz l-ahli ala z-zamalik, 6-1. Šed vjema dní, bro vjeroči, jak l-ahli vyhral nad z-zamalik 6-1. Kam se بيبو احرز اربع اهداف في المباراه شفت الاهداف بتاعه خالد بيبو سوبر هاتريك اسيست بوليفر سوبر هاتريك طبعا شفت الاهداف كان مهاجم مفتري ما بيرحمش
هلامني بودلامني خالد نبيهال بودلامني يزجيل على موتورسه هو بالنسبه لي لما كنت شفت كابتن خالد في الماتش ما كانش بيجري ده كان سايق موتوسيكل كان سريع جدا سريع جدا طبعا كابتن خالد ليك دور مهم جدا مع 2001 فريق بطل دايما بتسنده دايما بتدعمه دايما موجود معاه كمان في المباريات ودايما بيتكلم الولاد في معنويات ايجابيه بس طبعا يعني احنا بنعمل كده مع كل الفرق بس يعني انا السنه اللي فاتت كنت اتفرجت على فرقه 2001 قبل ما امسك قطاع ناشئين كنت تابعت فرقه 2001 كتير يعني كنت اتفرجت عليها كتير فكنت حافظهم قبل ما امسك قطاع يعني يعني كنت عارفهم بالاسم واول شغلي كان اللعيبه اللي رايحه المنتخب مع كابتن ربيع سين فقعدت معاهم وعملت اجتماع سمعتهم واتكلمت معاهم فحسيت ان انا محتاج ان انا اقرب منهم كتير وحسيت ان هم محتاجين ان احنا نتكلم معاهم هم كانوا ماشيين كويس قوي طول عمرهم بياخدوا البطوله السنه اللي فاتت حصل دروب وكانوا بعيد شويه عن البطوله كان في اصابات كتير حصل حاجات كتيره قوي فكانوا بعيد عن البطوله فكان كنت محتاج ان انا يعني ان انا ابقى سبورت ليهم اكتر ان انا اتكلم معاهم اكتر حسيت انهم قريبين مني بشكل كبير جدا عشان انا كنت اتفرجت عليهم كتير وكان كل الكلام في النادي ان فرقه 2001 فيها عناصر كتيره قوي ومميزه ان هي هتفيد النادي فعشان كده كنا بنتفرج عليهم كتير وطبعا على 1999 فيها لعيبه مميزه كتير جدا وهتشوفوهم في الفتره الجايه بيمثلوا النادي بشكل محترم يعني بس انا كان فرقه 2001 زي ما بقول لك كده انا كنت اتفرج عليهم كتير السنه اللي فاتت فعشان كده كنت قريب منهم يعني خالد بيبو راهن السنه دي على دمج الفرق وكانت خطوه مهمه جدا موضوع صعب خطوه يعني سلاح ذو حدين دمج الفرق لعيبه هتمشي لعيبه ممكن كويسه لكن عملتوها بمهنيه وباحترافيه كبيره طبعا الموضوع ده كان صعب يعني الموضوع كان صعب جدا ان انت برضو يعني انا يمكن مستر مايكل يعني كنا قاعدين لفتره طويله قوي لان كنا يعني كان عندنا احساس ان كل الاولاد اللي موجودين دول لو في حد في اي حاجه كنا بنستنى يعني الموضوع طبعا يعني كنا بنعمله زي الدكاتره كده يعني طبعا كل الامور الفنيه كل الامور الفنيه بصراحه كانت مع مستر مايكل ومع المديرين الفنيين وعملنا كل المدير الفني خد الفرقه بتاعته واختار اللعيبه اللي هو عايزها مع مستر مايكل انا بصراحه بمنتهى الامانه يعني احنا خدنا التوجه ان احنا نمشي كده لان بمنتهى الامانه ما ينفعش يبقى لعيب النادي الاهلي يقعد يلعب خمس ماتشات في السنه وكلهم ماتشات مع فرق اكاديميات ويبقى عنده 18 و20 سنه وبيلعب لسه ماتشات في الاكاديميات فقلنا لا في السن الكبير ده لازم ان هو بعد ال 17 سنه خلاص يلعب كله في المنافسات القويه عشان اقدر اقيمه انما يبقى لعيب قاعد في النادي يقعد 7-8 سنين في النادي ما لعبش ماتش جمهوريه مثلا يعني كان صعب انه يستمر فكان صعب جدا يستمر فكان التوجه ان احنا لا نركز مع اللعيبه الدمج ده كان هيفيد النادي بشكل كويس وشفت النتيجه طبعا ابتدينا على الاقل قدرت تصرف كويس على اللعيبه اللي موجوده تغذيه وملاعب وملابس وعلى المدربين لا يعني وقدرت تشوف اللعيبه اللي عندك طبعا اللعيبه اللي عندك ابتدى يشوف الزحمه اللي كانت موجوده المباريات اللي هي كانت على طول ماتشات ما يعني انا هستفيد ايه كنادي ان انا اكسب 15 و17 ماتشات كلها ملهاش لازمه بالنسبه لي خلاص عملنا الدمج واخترنا مديرين فنيين اخترنا طبعا مدير فني من مدرسه مختلفه عشان نقدر نشتغل بشكل كويس جدا ونشوف شوف الدنيا فيها ايه بره وعملنا زي شكل هرمي كده كل فرقه المفروض يبقى فيها عددها كام وهو اللي عمل كل الكلام ده وقعدنا مع المدير الفنيين وابتدينا نحط الاعداد المناسبه لكل فريق وابتدى بقى نعرف عمليه التصفيه خدنا وقتنا فيها بشكل براحتنا وادينا حريه للمدير الفني انه يختار وعملنا لجنه ان هي تختار اللعيبه وبصراحه انا عشان ما ابقاش كداب يعني اقول الكلام ده مش بتهرب من اي مسؤوليه الادوار الفنيه كلها كانت للمديرين الفنيين يعني ما كانش في تدخل وهو ده نظامنا جوه النادي عجبني قوي النظام يعني كابتن خالد بيه مدير قطاع الناشئين مختص بالامور الاداريه بيوفر كل اللي يحتاجه مستر مايكل وكل المديرين الفنيين وكل اللاعبين كمان فعجبني قوي التنسيق والنظام اللي حصل السنه دي لا هو هي الفكره انا احنا جايبين مدير فني
خبير، مش جايبين مدير فني يعني اي مدير فني يعني مش لا جايبين مدير فني عنده خبرات كبيره، عنده خبرات كبيره قوي واشتغل في الحته دي كتير، فهو يقدر يفيدنا. عملنا الشكل الهرمي وابتدينا نشتغل عليه، وده شغله، هو شغله وشغله مع مدير الفنيين. يعني الناس اختارت اللعيبه وحسب وجهه نظرها، وعايز برضه عشان نبقى واضحين، كره في العالم كله هي وجهه نظر. يعني انا اللي انا شايفه كويس ممكن انت ما تشوفه، ممكن حد تاني يشوفه مش كويس، ممكن حد تالت يشوفه لا ده سوبر، فكل واحد بيشوف. بس هو المسؤول ساعتها، المسؤول الفني هو اللي بيختار اللعيبه، هو اللي بيشوف الامكانيات ايه وايه اللي النادي محتاجه وايه اللي هو ممكن يتطور، حاجات طبعا كثيره جدا. فطبعا كل الشغل الفني انا بساعدهم وبوفر لهم مكان. طبعا انا ومايكل بنتكلم كتير، هو دايما يقول لي لازم تخش معانا في بس انا بحب ان هم يشتغلوا واديهم الحريه ويبقى مرتاحين في الشغل، وانا بوفر لهم كل الامكانيات المتاحه عشان يشتغلوا. لا احنا ما شاء الله عشان ما نخبطش في بعض يعني. تابعنا 2001 فريق محترم، وكمان اداء محترم، وكمان جدول بتاع المسابقه اللي انا هنعرضه لحضراتكم دلوقتي. ترتيب المسابقه زي ما احنا شايفين دلوقتي، الاهلي وهو في الصداره بيلعب 8 مباريات في التصفيات النهائيه في دوري صعب جدا، بيفوز 6 مباريات، بيتعادل في مباراة، هزيمة مباراة وحيدة، وشخصية البطل بعد ما يهزم في مباراة انه ازاي يقوم ويستعيد الصدارة مرة تانية. ودي كانت أول مباراة، وكانت أول مباراة كمان في التصفيات النهائية، أول مباراة في التصفيات النهائية، وإحنا كنا أول يعني كنا أول طالعين أول وأول مباراة في التصفيات، أول المشوار، أول مشوار ومباراة على ملعبك يعني، وكنا بنلعب بسيراميكا على ملعبنا وخسرنا. بس مش عايز أقول لك المباراه دي فادتنا وفادت الواد ازاي وفادت الجهاز الفني، عملت الشده بتاعت اللعيبه بصراحه. سيد غريب مدرب من عنده خبرات كبيره جدا جدا وانا بشكره تاني مع مايكل، لان كل ما بنحتاجه في اي مكان في النادي احنا بس انا النقطه دي عايز اتكلم فيها، انا عارف ان وقتنا جري بس احنا السنه دي مستر مايكل بدأنا من اول المعسكر. طبعا في تفاصيل كتيره ممكن نقولها بس انا مش عايز عشان الوقت يعني. من اول المعسكر وهو بيدي كميه شغل للمدربين كتير جدا. لما حصل مايكل لما كميه شغل كتير جدا على تفاصيل صغيره في كل حاجه. فلما جينا في نص الموسم وخرج من عندنا ياسر رضوان، كابتن ياسر طبعا بتمنى له التوفيق، ما حصلش دروب، الدنيا فضلت بدل في سيستم ونظام الدنيا، لان احنا كنا ماشيين بسيستم على كل الناس. كل الناس اخذه نفس الشغل، كل الناس اخذه وكل المدربين شايفين كل الفرق. وهو كان يعني عملنا حاجه في اول السنه، وهو كان ذكي جدا فيها بصراحه. كان بيخلي كل الفرقتين القريبين مع بعض يتمرنوا في نفس التوقيت، يلعبوا ماتشات مع بعض، المدربين يعرفوا بعض، اللعبه تعرف بعض، يلعبوا ماتشات، المدربين يلعبوا مع بعض الماتشات. فكل الكلام ده حصل ألفة ما بين المدربين ما بين اللعيبه، فبقى كل الناس شايفه بعض. حتى لما جينا السنه دي بنحتاج من لعيبه تتصعد للفرق الاكبر، ما بيبقاش في مشكله، ما بتقعدش تشرح له هيعمل ايه في الكلام ده، لا كله اخذ نفس المدرسه. فلما اضطرينا ان احنا سيد غريب ان احنا ننقله لفرقه 2001، ما خدش وقت، على طول دخل وكمل الشغل، ان هو كمان هو عنده الخبرات دي. خلي بالك من القرارات المهمه، وبتبين ازاي في اداره حكيمه بتدير قطاع الناشئين في القرارات. ما دخلناش حد جديد على الفرقه يعني، لان هو كان الراجل بيقول لك ظبط مدي وقت طويل قوي فما كانش عايز يدخل حد تاني جديد على الفرقه. اتفضل مستر مايكل. دي المحاضرات وبدايه فتره الاعداد، ومستر مايكل وهو بيحضر اللاعبين كلها بين خبراته وكمان بين خبراته للمدربين، واستفاد منها اللاعبين والمدربين بشكل كبير. Jak jsem říkal, ono totiž trenér v mládežnickém sektoru nebo v juniorském sektoru je v podstatě učitel. Protože vlastně musí navazovat a postupovat krok za krokem. طبعا زي ما انا قلت ان مدربين قطاع الناشئين دول زي المعلمين، وكل كل مدرب فرقه معينه في قطاع الناشئين بيعتبر كمعلم في مرحله تعليميه معينه يعني. كل مدرب لازم يكون شغله مرتبط بالمدرب اللي قبله زي المدرسه كده. Proto je velmi důležitý, když jsem tam viděl tu tabulku a tam byla ta jedna prohra a pak výhry většinou nebo jedna remíza, tak my si musíme uvědomit, že nikdo nerad prohrá. Každý nikdo nemá rád jako prohry. Ale ta jedna prohra těm hráčům přinesla tak obrovskou zkušenost, tak jak to popisoval Khalid. Zajímá mě, že jsme v jadu, když jsem kan tamam matchatu hazima wahda u ta'adul wahed. فالهزيمه الواحده دي زي ما قال الكابتن خالد بيبو دي اديتهم يعني دافع كبير وتعلموا منها كتير عشان بعد كده يكسبوا. Tak proto chci poprosit ty všechny lidi, co mají rádi klub,
tak ať jsou trpěliví. Občas se stane, že některý mladý tým prostě ztratí, ale tím obrovský moc získá. Fana bardo bطلب من كل محبي النادي الاهلي ومشجعينه ان يعني ان يكونوا صبورين برضو على الفرق، ان الخساره دي يعني من الكره فيها خساره، بس لازم يصبروا على الفرقه عشان الفرقه بتتعلم من الخساره دي بكده بتحقق المكاسب المرجوه يعني. انا سمس اشته نبياجريل прямо к тем два единичкам. Vlastně jsem přímo k tomu týmu se nevyjádřil. لغايه دلوقتي انا ما اتكلمتش في 2001 بالخصوص، فانا عايز اتكلم في 2001. فانا عايز بقى منه اخيرا كلمه من مستر مايكل لفريق 2001 ولاعيبه 2001. سيرجيك نيشكو بيهراتشوم دواسي سيدنا تيمو دواسي سيدنا. Tak. Mně se moc líbí, jak vždycky mluvíme, že jsme rodina. A pro nás, pro mě a pro Chalid jsou vlastně všichni hráči v sektoru jako děti. يعني اكثر حاجه بتعجبني ان الاهلي بيتعامل كاسره واحده، وبالنسبه لكل اللعيبه لي وليا وللكابتن خالد بيبو يعني بالنسبه لنا هم يعتبر اولادنا صغيرين. Ale pro mě už navždy až do konce mého života budou 2001 a 2002 první mužstvo, ke kterému jsem byl nejblíž a se kterým jsme vyhráli titul. بس بالنسبه لي من دلوقتي لطول حياتي فرقه 2001 و2002 لما حصل الدمج يعني بالاخص دي اكتر فرقه انا كنت قريب منها ومبسوط بيها واكتر فرقه واول فرقه فرحتنا وخدت البطوله. ما سابمنو كان فدي حاجه صعب ان انا انساها، الفرقه دي صعب ان انا انساها طول حياتي. كابتن خالد اخيرا كلمه منك لابطال فريق 2001. بقول لهم انتوا يعني فرقه محترمه وتعبوا السنه دي عشان يحققوا البطوله، وهم وعدوني من اول السنه ان هم هيعملوا حاجه كويسه السنه دي، وكل الوعود اللي هم وعدوني بيها حققوها، وقالوا لي كمان ان احنا ان شاء الله بس ادينا فرصه او ان انت ساعدنا ان احنا نبقى موجودين مع الدرجه الاولى يعني هنشتغل بشكل كويس جدا. شفنا كوكا ماشي كويس، حمزه ماشي كويس، وفي لعيبه كتيره ان شاء الله هتبقى قريبين من الدرجه الاولى. بقول لهم مبروك، ولسه عندنا بقى شغل كتير يعني السنه دي والموسم الجاي كمان، لسه السنه دي لسه ما خلصتش وهم مكملين معانا. السنه الجديده محتاجين ان هم يبقوا مركزين، لان عليهم مسؤوليه كبيره جدا ان هم يبقوا دايما حاسسين الفريق الاول ان في لعيبه في فرقه 2001 جاهزين في اي وقت ان هم يبقوا موجودين في الفريق الاول. وانا بشكرك يا كابتن خالد، بشكرك يا مستر مايكل، بشكرك يا دكتور ابراهيم. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه في مهمتكم صعبه جدا. قطاع النشيب النادي الاهلي اللي دايما على مدار التاريخ قطاع النشيب النادي الاهلي بيصدر لعيبه للفريق الاول، لعيبه دايما بتسجل تاريخ كبير للنادي الاهلي وكمان لمنتخبات مصر. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل الاحتفاليه بتاعتنا وتقطيع التورته مع فريق 2001 هيكون كل لاعيبه 2001 والجهاز الفني كابتن خالد بيبو كمان مستر مايكل بروكيتش معانا، ولكن بعد الفاصل.